الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار. فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى، مستنية اتصالاتكم، مستنية المشاركة الطيبة بتاعتكم دايما اللي بتشرفني كل يوم. هاخد أول اتصالاتي النهاردة. فاطمة، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه يا فاطمة؟ الله يخليك، الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله بخير يا فاطمة، اتفضلي. أنا عندي بس ثلاث رؤية بس أقولهم بسرعة. اتفضلي يا حبيبتي. هي أول رؤية بس عايزاها بالتفصيل، الله يبارك لك. حاضر. النهاردة إحنا انتهينا إن أنا إيه، كان عندنا ناس في قلب البيت، احنا عندنا ثلاث اوض نوم ولسه منجدين المراتب قريب يعني. الف مبروك يا فندم. الا اوضتي مش متنجده. المهم فلقيت في واحد يعني ايه، هو في اوضه اخواتي، واحد بقى ايه طويل وعريض وعامل زي شجاع السيما كده وعضلات وممثل هندي. وبعدين بصيت لقيته نايم على السرير عندنا، وانا قلت الله، طب ما ده الراجل القوي ده ينقل لي ايه، ينقل السرير سريري بسرير من ايه، من المراتب الجديده دي على طول يعني بقوته كده. فهو عمال يقول ان احنا ايه قرايب. انا قلت ايه اللي دخل الراجل ده يقول ان هو قريبني؟ انا ما سالتش بقى قريب منين ولا كده، كل في دماغي ان انا عايزه انقل السرير. فبصيت لقيت الراجل ده زي ايه يعني خرج، وعارف حضرتك والدته برده كانت ايه في قلب الاوضه، ولقيتها لابسه نظاره. وبعدين بقول لها يعني قرايب منين؟ بتقول لي ان انا كنت انا الوحيده اللي ابويا يعني امها ماتت وابوها اتجوز، وانا الوحيده من الام دي. وبعدين اللي هو الراجل الثاني ايه جاب ايه، جاب عيال بقى من الست ديت كاملين، وهي بقى وبتتكلمني كده. فبعدين لقيت الراجل ده داخل على سرير ابويا، فبقول يا رب طب هينقل السرير، طب ما دي المرتبه اللي ابويا لسه عاملها عشان يرتاح عليها ولسه عشان ينجد. قلت لا خلاص. فبصيت فوجئت بقى ان هو انا داخله الاوضه بتاعتي، ففوجئت ولقيته ايه وفي الاوضه نايم على السرير بتاعي. ففوجئت ان السرير معمول عليه فرح ناموسيه بستاره ومفرش مفرش ستان ابيض، وعامل لي فرحه ليه، قلب لي الدنيا فيه، بقى شكله جميل في منتهى الجمال، ما بقتش مصدقه. فبقول له اختي تعالي اتفرجي شايفه السرير بقى بتاعي عامل ازاي. وهو بقى كان نايم وقام ويعني شافني وانا فرحان. فبصيت انا كنت ايه زي بقى بعد كده لقيت نفسي ايه يعني معلش انا اسف شورت واندر وير كده يعني. فقلت طب انا عايزه البس ايه بدل جلابيه بيتي، البس عبايه استقبال على اساس ان انا ايه ابقى ابان كويسه يعني عشان استر نفسي. فانا بجيب الجلابيه من الباب من الدولاب، لقيته واقف جنبي وبيبص لي. طب وانا عماله استر نفسي قاعده على رصيف على اساس ان انا ايه أنا عشان ما بانش، فرحت عماله ادور على احلى عبايه. فراح ده ايه بيبص لي بص على رجلي، ولقيت الباب مفتوح وداخل في ناس. انتهت الرؤيه الاولى على كده. طب تتخيلي يعني يا فاطمه دي تكون فيها ايه يعني؟ فاطمه انت سامعاني؟ بصي يا فاطمه، الحلم ده والله اعلم بيقول لك الموضوع الراجل الكبير اللي هو بعضلات والسر، فالسر هو انت، السر ده هو انت، وان هو قريبك ولا مش قريبك فهو انت، فبيدل على ان انت داخله على كذا مرحله في حياتك، فمحتاجه ان حد يقف جنبك وياخد بايدك ويقول لك يلا كده صح وكده غلط، وحد يعني يرعاكي او يتمناكي وينمي الموهبه اللي عندك. ده الحلم بتاعك كله ده بيقول لك كده. وان شاء الله اكيد في ابن حلال وفي ناس كويسين جدا بتحب تخدم ناس كتير جدا، هتكون انت واحده منهم ان شاء الله. شكرا لك يا فاطمه. رحمه، السلام عليكم يا رحمه. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حياتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي حبيبتي. بعد اذني كان عندي كام رؤيه كده صغيرين قوي. حاضر، اتفضلي. اول واحده اختي حلمت ان هي ان هي قاعده هنا ف معلش بس خليكي معايا شويه. شايفاني انا بحل امتحانات عربي، انا ثانويه عامه. ماشي، وبحلها بصعوبه، فبتقولي ما تقلقيش ربنا ان شاء الله معاكي وهتبقي كويسه. هو انت في ثانويه عامه؟ واختك بتقول لك ايه؟ انا بحل امتحانات عربي. وهي بتقول لي ما تخافيش ربنا معاكي. بس كده؟ لا لسه، بعدين دخلت انا وهي البلكونه فكان الجو ليل، فهي بتبص في السماء يا رحمه معايا؟ معاكي. كملي حياتي، اتفضلي. بتقول لي يا رب بحق جودك ومددك اديني الولد الصالح. وانا بدعي جنبها مجموع حلو. بعدين كان في السماء في الوقت ده هلال وصورته بيربطهم نور، خط نور.
بعدين السماء بدأت تتشقق بنور، يعني كأني الليل النهار بيشق الليل. وبدأت يبقى فيه زي حوالي 10 حمامات في شكل نور، زي ما يكونوا في دايرة. فأنا بقول لها إيه ده؟ قالت لي دي الملايكة، وراحت تنزل الحمام ده لف حوالينا وهي، وطلع تاني. قالت لي دي اللحظة اللي بيقبل ربنا فيها دعاء، لحظة ما يشق النور، لحظة ما النور يشق الظلام. صح. ده أول رؤية. طب بصي أقولك دي بسرعة رحمة وخليكي معايا. حاضر. بصي موضوع الامتحان بتاعك اللي هو العربي، فامتحانك هيكون سهل جدا جدا ان شاء الله بالنسبه لك انت، لان انت مركزه وعايزه تنجحي وكل هدفك هو الدراسه فقط لا غير حاليا. اما موضوع الدعاء بتاع اختك ده كله فبيدل على ان هي لسه ما يعني ربنا ما اكرمهاش خالص بحمل خالص. فان شاء رب العالمين ده بيدل كله على الحمل وعلى استجابه الدعاء، لان هي دي طبعا منتظمه في الصلاه وبتقيم الليل بسم الله ما شاء الله. ده من النور من الدعاء بتاعها ان هي تقول كده، وبعدين تشوف الهلال والحمام وكده، ده فبشرى من ربنا ان شاء الله باستجابه دعوتها بالولد الصالح فعلا، دي مكتوبه لها فعلا يا رب. فان شاء الله بامر الله برضه بشرى طيبه ليها، بس انا محتاجه ليها تصبر شويه. ان شاء الله وربنا يكرمها بامر الله يا رحمه. اتفضلي. الملائكه اللي هي نزلت لفت حوالينا، لا استجابه دعوه، دي استجابه دعوه، دعوتها استجابت خلاص الحمد لله والله اعلم يعني يا رب ان شاء الله. حلمت انا حلمت امبارح، يعني ليله امبارح، يعني ان انا كنت قاعده في اوضتي وجي واحد ابن صاحب بابا، كان دخل مع بابا من الباب، وانا كنت قاعده على الارض، هو جه قاعد على السرير ورايا، على السرير بتاعي، وحط رجله حواليا، يعني خلاني انا بينه. وبعدين لقيته بيقرب، وبابا قاعد على السرير التاني قدامي، ولقيته بيقرب مني كده، وبعدين راح بيسني في خدي وقال لي انا عندي ليكي مفاجاه يوم الاربعاء بعد ما انا اخلص امتحانات. هو اصلا خلص دراسه اللي انت عارفاه ده. هو خلص دراسه اصلا، بيقول لي انا عندي ليكي مفاجاه بس يوم الاربعاء بعد ما اخلص امتحانات. فهو قال له لا خليها بعد ما هي تخلص امتحانات. فانا قلت له ايه هي المفاجاه دي؟ قال لي لا انا مش هقول لك غير لما باباكي بقى يحدد لي الميعاد ده، وانا عارفه ان هي زي خطوبتي يعني معاه او كده. بعدين بقيت نزلت انا واخته، كنا بنشتري عصير قصب، وفي ايدي 5 جنيه. بس طب قولي لي هو ده اتكلم عليكي فعلا ولا لسه؟ هو بتهيألي اهله، اهله اللي اتكلموا، مش عارفه بابا ومامته الاهل، لان هو ما اتكلمش، اهله اللي لمحوا كمان ما اتكلموش، اهله اللي لمحهم. ممكن هم اهله اللي لمحهم، والدته ووالده، لان ان هو يحط رجليك يحط رجليه حواليك وكده، فبيدل على الاهل هم اللي محوطين عليك، عايزينك لابنهم، فاهمه؟ بس هم لينا احنا ما لمحوش لينا على حاجه. ما هو لسه لا ده لمحوا لحد من قرايبكم. فهم لمحهم، هو يعتبر الكلام وصل لوالدك يعني، ولكن المواضيع لسه يعني ايه ما فيش تاكيد فيها، انت فاهم؟ اما موضوع ان هو يجي يوم الاربعاء وكلام من ده، فمش عايزاك بس تتعلقي بالموضوع. انت فاهمه؟ ما تعلقيش بالموضوع خالص خالص خالص، ويا عالم النصيب فين، ويا عالم الفرحه مع مين، ويا عالم السعاده مع مين، ولكن هو شاب كويس واهله ناس محترمين وكل حاجه، ما قلناش اي حاجه، ولكن ما تتعلقيش بالموضوع. طب ماشي. طب معلش، اختي حلمت ان انا واختي الثانيه، هي اختي متجوزه، حلمت انا واختي اللي مش متجوزه، كنا بنشتري هدوم سوا، ولما روحنا لقيتنا مشترين انا وهي نفس اللبس، وداخلين بنفس الجزمه، جزمه عاليه بني في بيج. فهي بتقول لنا اختي، يعني انتوا قلتوا لي زيكم ليه، دي حلوه قوي. وكان قبلها جوزها قاعد على السرير في صوره بابايا وبيصالحها. وبيصالحها؟ جوزها اللي بيصالحها. بيصالحها وقاعد بس في صوره بابايا، في شكل بابايا. وانتوا الاثنين لابسين الجزمه لون بني وكعب عالي؟ انا واختي اللي مش متجوزه بقى لابسين جزمه بني في بيج وكعبها عالي. انت واختك اللي مش متجوزه؟ طب يا مساء الحال، طب ده بيدل على عرسان ليكي وليها، انت فاهمه؟ نفس الجزمه، نفس اللون ونفس الشكل. ما هو عرسان ان شاء رب العالمين. اما موضوع جوز اختك اللي هو شبه والدك اللي هو بيصالح اختك وكلام ده، فاختك نفسيتها زعلانه من جواها بحاجه، ان هي لجوزها، هي اللي زعلانه من جواها من حاجه في جوزها، هي مش جوزها اللي زعلان منها، هي اللي زعلانه من حاجه مأثره فيها مع جوزها. الحمد لله بتاع ربنا، ركزي والله اعلم. شكرا لكي جدا يا رحمه. تسنيم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا تسنيم؟ معايا تسنيم اللي اتخطبتي؟ ايوه اللي اتخطبت. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. الف مبروك، ربنا يتمم عليكي بخير يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. الف مبروك يا تسنيم، اتفضلي يا حبيبتي.
الله يخليك يا مستر منى، والله انت وحشاني قوي، وكان عايزه اتواصل معاكي من زمان بس التليفون كان فيه مشكله وكده، كنت حتى عايزه ابشرك بال. ربنا يا رب يفرحك يا رب العالمين. انا فرحت ان هو ملتزم وكويس وانسان كويس وصالح، وانت تستاهلي ده. الحمد لله رب العالمين. انت تستاهلي ده والله، يا تسليم على ادبك واخلاقك وجمالك، تستاهلي ده ان شاء الله. الله يخليك يا مستر منى، وكل المواصفات اللي حضرتك وصفتيها لي وبشرتيني بيها الحمد لله ربنا كرمك. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يهنيكي بيه ويسعد حالك معايا يا رب يا تسليم. امين يا رب. وتسعديني دايما بصوتك، ودايما تحكي لي برضو احلامك عشان نعرف برضو ان شاء الله كده الدنيا فيها ايه معاكي. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. على حلم سريع. اتفضلي حبيبتي، اتفضلي. هو شافني كنت جايه عليه بس مش فاكره فين يعني. ولما جيت عليه قعد يقول لي الدعاء بتاع سيدنا ابراهيم اللي هو رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. بس هو اللي بيقوله لك؟ هو اللي بيقوله لي يعني. طب ده اشطر منك، ده هيعلمك لسه حاجات كتيره جدا. الحمد لله. بيحب الاحاديث جدا. طب ايه ده؟ هو بيحب الاحاديث. الاحاديث؟ بيحب يتكلم في الاحاديث ويحب يشرحها ويحب يتواصل فيها ويكون في اللي قدامه فاهمه وهو بيتكلم فيها. بيحب عادته تكون كده. تمام. فيلا مبروك يا تسنيم. الله يبارك فيك يا استاذه منى، ربنا هيشبعك احاديث يعني. مش هتسمع اي احاديث من حد غير منه هو. طب الحمد لله. ربنا يدهولك يا رب. يا رب ربنا يبارك بالخير. الله يخليك يا تسنيم، شكرا لك جدا يا تسنيم، الف الف مبروك وعقبال كل البنات يا رب العالمين. ام حبيبه السلام عليكم يا ام حبيبه. ام حبيبه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه منى. ازيك يا ام حبيبه، عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. حضرتك والدتي شافت رؤيه ستها متوفيه اصلا هي من زمان. بس جات لها في الحلم وجت في بيتهم القديم بس على يد بيتنا احنا. بتقول لها قعدت تدور ومش عارفه ايه، بتدور على حاجه، بتقول لها انا عايزه اخد حاجه من هنا وعماله تدور عليها. بس حاجه هي ادتها حاجه وقعدت تدور على حاجه قديمه عندها، طلعت تسجيل قديم وقالت لها ده بتاعي هاخده. على التسجيل؟ اخذت تسجيل من عندها قديم، راديو قديم بتاعها هي. بتدور عليه في البيت عندنا احنا واخدتها. وكركبه ودوشه كده حوالين والدتي في الحلم. بس كده؟ طب انتوا بتطلعوا لها صدقه ولا حاجه؟ ايه؟ انتوا بتطلعوا لها صدقه؟ لا لا. ده اكيد اكيد لا طبعا. ما هي الكراكيب دي فهي منسيه، الكراكيب هي منسيه، اما الراديو اللي هي خدته فافتكروها زي ما انتوا بتفتكروا نفسكم. انت فاهمه؟ ايوه. فاكره ام حبيبه؟ لان هي خدت كده الراديو او خدت التسجيل في الكراكيب. الكراكيب بيدل على الناس اللي مش فاكره غير مصالحها ونفسها وحالها ودنيتها وناس الاموات. فعلينا ان احنا نفتكر الاموات شويه. صح يا ام حبيبه؟ صح تمام. مش مثلا عشان الست ميتها من زمان خلاص بقى يبقى انتهت، لا ما انتهتش ولا حاجه، هي طالبه منكم الصدقه والرحمه. دايما اطلبوا لها الرحمه من ربنا يا ام حبيبه. في خدمه ثانيه؟ اتفضلي. انا حلمت ان في واحده متوفيه برضو ادتني فرخه وقالت لي دي ليكي بس شالت منها ورك. شالت ورك؟ هي حبيبه قد ايه؟ ايه حبيبه عندها 6 سنين. ربنا يخلي لك يا رب. معاكي بنات غيرها؟ معايا حنين. حنين هتجيبي ان شاء الله، عايزه تجيبي صبيان يعني؟ انا كان نفسي. ربنا يديهولك يا رب. بس هما انت معاكي اجدع ولدين، البنتين اجدع ولدين ان شاء الله. بص لما تديكي فرخه وناقص منها الورك فبيدل على حاجه معينه في الحمل انت كنت عايزاها ولسه اراده ربنا ما جاتش عليكي، ما تمتش عليك، هو الورك اللي ناقص ده. ولكن ان شاء الله في بشاره بالحمل بامر الله، في بشاره بالولد ان شاء الله. ولكن لو قلت يا رب وحمدت ربنا وبص يديك وش وظهر على اللي ربنا مديهولك البنوتين الجمال. استاذ احمد السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. لو سمحت بقول لحضرتك، اختي كانت عامله استخاره حلم على عريس. على عريس؟ ايوه. حلمت ان اخويا محمود قاعد جنبها على السرير وزعلان وبيقول لها انا سالت على عريس، جارتهم قالت لي خلي احمد يلبس البنطلون المنشور على الحبل عشان ما عندوش غيره. ردت اختي عليه وقالت له لا هو عنده بنطلونين غيرهم كمان. عليك انت؟ لا على العريس. على العريس اللي هو اسمه احمد برضه. ايوه. يعني خلي احمد يلبس بنطلون على الحبل. هقول لحضرتك الحلم تاني. اختي حلمت ان اخويا قاعد جنبها على السرير وزعلان وبيقول لها انه سال على العريس، العريس ده اسمه احمد. وسال على العريس، جارتهم قالت له خلي احمد يلبس البنطلون المنشور على الحبل. بس كده. عشان ما عندوش غيره. بس كده. قامت اختي ردت على اخويا قالت له لا هو عنده بنطلونين كمان.
طيب بص، هو الله اعلم بيدل على الشاب المكافح. طب بقول لحضرتك معلش كمان في حلم كمان. طب انت كنت سمعت ده يا احمد الاول؟ ايه؟ انت سمعت ده الاول؟ لا لسه. طيب اما انت هتقول لي التاني ازاي بس يا احمد؟ هتضيع جوازة البنت كده. بص ده بيدل على الشاب المكافح، شاب ابن بلد جدع. انت معايا يا احمد؟ ايوه ما حضرتك. وصلت لك كده دي؟ طب يا احمد والله اعلم، هات لي الحلم التاني يلا. ماشي، بقول لحضرتك كنت حلمت امبارح برضو ان في شخص قال لي احمد هيبقى زي عم زي منصور. زي مين؟ عمتك ايه؟ احمد زي مين؟ جوز عمتي. ماشي معايا حضرتك ولا لا؟ إيه انت اللي تهت مني بس، احمد ده مش هو العريس اللي انت بتحكي؟ أيوة. أيوة. هيبقى زي مين؟ حلمت ان حد قال لي احمد هيبقى زي منصور، منصور ده كان جوز عمتي بس توفى. ماشي، بيقول لي عمل لها عمل لها لما عمتك ايدها اتقطعت عمل لها تمثال بس كان ضافر باين من ضوافرها من بتوع ايدها. مع العلم ان عمو منصور ده كان بيحب عمته جدا. الحمد لله يا احمد، يبقى احنا كده براءة. تتوكل على الله على طول. على طول يعني؟ ايوه، راجل زي الفل وراجل محترم. مش قلت لك في الاول راجل ايه؟ افتكر ابن بلد وايه ومكافح. عشان احمد هيتعلم يبقى زيه زي جوز اخته ان شاء الله. ماشي يا احمد، والحلم التاني حلو. طيب حلم الراجل ده ابن حلال، يتوكل على الله. اختك على طول يا احمد ان شاء الله. شكرا ليك يا احمد، وان شاء الله المره الجايه تحلم انت حلم بقى لخطوبتك انت ان شاء الله. سميه، السلام عليكم يا سميه. ازيك يا سميه، عامله ايه؟ الحمد لله. زيك حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، اتفضلي. بقول لحضرتك عندي حلمت حلم من شقتنا اللي انا فتحتها. طب علي صوتك يا سمية، انت بتحكي وانت نايمة؟ علي صوتك. هحاول. يلا. ان انا البداية يعني ان انا كنت في الشقة اللي انا فتحتها. قفلتها دلوقتي اللي هي سنتين. وبعدين نزل في الشارع انا وجوزي، هو سابقني بقى في مجات مكسورة وحروفها بيضة ذهبي فضي، فعجباني فبقول المجات الحروف دي ده فضه ولا لا؟ انا عايزه اذا تقول ايه، مش هتبطلي سيبيها وامشي. مش هتبطلي؟ بقول لك مش هتبطلي. بيقول يعني انا باستمرار بقى ببقى بقلب في الحاجه وطول ما انا ماشيه بس على الحاجه يعني. فهو عايزني امشي على طول بقى معاه. فانا بقول له لا، ده انا مش بنا، هو بيحسبني بقلب في المكسور. بقول له لا، ده انا عايزه اجيب زيها، لو فضه عايزه اجيب زيها. وخدت بعضي ومشيت ماشي على السوق. احنا بسواق والسوق في خضار، اقلب اقرب اقلب في الخضار ما الاقيش خضار، الاقي كراكيب كراكيب يعني ورق على جريد على اي حاجه يعني مش المهم ان انا ايه عمال يقول لي ايه امشي، فاخد بعضه ومشي على طول. فانا ماشيه مش قادره امشي تعبانه، فبس لقيت كلبه جايه من اول فتحه شارع اخضاني، قلت انا هعمل نفسي مش خايفه منها عشان ما تهجمش عليا. بعدين يرجع يقول لي بقى انت اللي ما عملت ما همكي ما خدتيش بعدك مشيتي ليه؟ راحت داخله، فانا ببص لقيتها بقت مبر رجليا، يعني ببص دخلت جوه العبايه وبقت مبر رجليا، يعني ما اقدرش اجري منها ولا اقدر اعمل فيها حاجه، ما لو جريت منها هتتعبني هتعضني برضه. فبص الكلبه وهي داخله عليا من الشارع وشها رفيع وبيش، لما لقيتها ما بين رجليا وشها بقى فرقته ضخمه كده وسودة والبيش بتاعها قليل. وبعدين رحت ايه قلت لا ما بديهاش بقى، هي كده بقى هي اللي يعني انا هي هتأذيني. فانا مش هعتدي مش هعملها. قلت والله لا انا ايه لا انا عاملاها، ورحت ماسكاها رجليها لقدام النيل ورحت حاجزه بيهم راسها. انا لحد دلوقتي يعني بقول كلبه بس وشها بقى ضخم قوي. رحت عاملاها زنقها ما بين كل ما تيجي، هي كانت داخله على فخدي على طول، فخد الشمال على فكره. داخله على فخد الشمال على طول هتعضني، فرحت رافعه رجليها الاثنين يعني قلت في نفسي ربنا هيقدرني عليها. ورحت بقى ايه كل ما تيجي توارب اروح زغداها برجليها القدمانيه بايديا في تحت ودنها، ورحت بركع عليها. طب انا همشي ازاي؟ قلت انا احسن انا تعبانه ومش قادره امشي، انا اركبها احسن. رحت راكبه عليها وربنا ان شاء الله ايه، حتى هو جزء سبقني كتير، قلت انا رحت راكبه ركز عليها ركباها
وزريت، انا حتى مش عارفه بتجري ازاي، لكن زريت قلت ربنا معايا اما اجي اوصل بنهايه الطريق اللي احنا رايحينه هعرف انزل ان شاء الله ابني عليها ان شاء الله، حتى يعني ان شاء الله اخلص منها بذنبها. صحيت من النوم الحمد لله. انت صحيت يا سما من النوم؟ سما انت معايا؟ انا حاسه انا حاسه انت كنت بتتكلمي في مكان تاني خالص. بص اسمعيني، صلى على النبي. بصي، هو انا حاسه ان انت عندك وقفات حال كتير جدا في حياتك، يعني كل ما تروح عند حاجه فيها خضره تلاقيها كراكيب وتلاقيها مش موجوده، والدنيا بايظه معاكي خالص. سامعاني؟ ايوه معاك. الدنيا بايظه معاكي خالص. ايوه. بس في حاجه بقى، موضوع الكلبه اللي ما بين رجليكي دي، انت ساعات تبقى طيبه وبمزاجك وساعات بتعرفي تاخدي حقك بمزاجك، فانت مش راسيه على حل في حياتك، بتحاولي تتغيري، بتحاولي تتغيري للأسوأ على اساس انك بتقولي الدنيا عايزه كده، بس ما انتش عارفه. دي حقيقه. دي حقيقه. بس ما انتش عارفه ليه. شوفي الكلبه اتشكلت ما بين رجليكي، يعني واحده اما مثلا حد يكلمنا بغلبانه مزاجي بس مش عارفه، برضه مش عارفه اكمل، وساعات بقول ايه والله ما انا ساكته ولو اتكلم برضه بمزاجي، وفي الاخر طبعك بيغلب عليك لان الطبع غلاب. انت فاهمه؟ للاسف 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 للاسف. وفي الاخر بقى بتعملي ايه؟ بتنك قاعده قافله الباب اوضه النوم عليكي، وتفضلي بقى تعيطي وتقولي وانا ليه بخت عامل كده، وتفضلي تعيطي. لا بصي انا يعني لسه اليومين اللي فاتت كنت بتعيط. تعالي بقى صوتك بقى، انت كده معايا؟ انا معاكي معاكي. ايوه حبيبتي. ليا حلم تاني بنتي، بس مش مهم دلوقتي عشان بس ما يقفلش عليا الخط. لا مش هيقفل. انا فعلا الكلبه دي دليله على الوضع اللي انا فيه ده. ما بحالك انت متغيره الاحوال وللأسوأ مش للاحلى. هقول لحضرتك، انا من يوم ما جيت الشقه هنا اتمكن الهم اللي انا فيه مني، ما بقتش اخرج خالص نهائي. عارفه اخرج بمزاجي وغير مزاجي، يعني باي تلكيكه باي سبب ان شاء الله. يعني انا بنام وانا قاعده ان شاء الله، وانا قاعده عشان ببقى عايزه اتفرج مثلا على حاجه بنام. انت بتاكلي في ضيافك طول ما انت قاعده؟ لا 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 تعملش الحركه دي خالص؟ ايه؟ لا 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 لا. هو تكوني بتعمليها؟ انا بقطع، ممكن اقطع كنت ورق. قطع في الصور؟ عيش، كنت اقطع عيش يعني، كنت غاويه حاجات يعني، كنت غاويه. يعني انت بتقطعي في عيش؟ تقطعي اي حاجه من لا لا بطلت ده كله، كل حاجه كنت بحبها راح. كله راح. يا ستي الانفجار كله جاي، انت مش صحتك حلوه؟ مش صحتك حلوه؟ لا 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 لا. في النازل. انا تعبانه مش عارفه حقيقه ولا وهم. لا وهم. ما هو جوزي وبنتي بيقولي وهم، عشان انا من 10 11 سنه. انت موهومه، انت موهومه. مش موهومه، انا مش موهومه. انت عارفه حضرتك لو انا موهومه كنت حدفت الناس بتطوف في الشارع. ليه؟ انا مش موهومه. لا يا ستي، ستين موهومه والله. انت موهومه، انت موهومه. انت مش عارفه تفرحي، ما مش عارفه تفرحي اللي حواليك. انا بتغلب على الوجع اللي جوايا بالقران. حط السماعه. انت ما فيكيش وجع، انت كان نفسك في حاجات كتيره والحاجات دي اكترها ما تمتش عليكي، فعشان كده جات لك حاله اكتئاب داخلي، فكله طالع على نفسيتك. فانا عايزاكي تهدي كده وتصلي على النبي كده، وتهدي الدور كده اللي انت فيه، وتهدي كده الجو الناس اللي حواليكي، والدنيا بخير لسه. وان شاء الله ما خدتوش النهارده بكره تاخديه، وهيبقى احوالك حلوه ان شاء الله. بس صلي على النبي كده ان شاء الله. ام منى السلام عليكم. يا ام منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام منى؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك في ثلاث احلام صغننين كده، حلم حلمته منا ان زميلها اللي في الشغل اللي كنت قايله لحضرتك عليه اللي مش عارفه ايه الموضوع معطله يعني، بعت لها رساله بيقول لها كل سنه وانت طيبه زي مناسبه عيد حاجه زي كده. وبعدين جالها كيس كده، هي فاكره ان هو كيس لب يعني، كيس كبير كده، فراحت قالت ايه ده الكيس ده، ايه اللي اخره وكده. ففتحته ولقيت فيه لب وفيه مكسرات بقشرها ومكسرات من غير قشرها. يا مسهل الحال. ايه؟ يا مسهل الحال يا رب. يا رب. فالمكسرات اللي هي من غير قشرها هي مش عارفه يعني شكلها غريب ومش عارفه اسمها، فقالت لي ايه ده يا ماما المكسرات دي ايه شكلها؟ راحت ورحت قلت لها اسمها القطه. القطه؟ فالمهم طلعت في نهايه الكيس عروسه كبيره كده خدتها طلعتها، احنا كنا بقى بنطلع في الكيس انا وهي. وعامله شاي بلبن لباباها، وباباها متوفي اخده منها شربه وخد حبه من الحاجات اللي في الكيس. وكانت عامله لنا شاي بلبن بس ما شربتهوش يعني.
بس كده؟ ده ده الحلم الاولاني. بصي بامر الله اقول لها يا منى ان شاء الله بامر الله الرساله اللي جات لك دي اخباريه او خبر طيب هيفرحك، دي الرساله اللي وصلت. اما المكسرات دي فالمكسرات بيدل على هنا البنت في الشخص اللي هي عايزاه، مش هتصدق ان هو جالها فعلا. دي المكسرات فاضيه مليانه ما تفرقش، المهم ان في مكسرات. انت بقى تختاري الاسم اللي انت تختاريه والكلام ده، فبيدل على محبه بنتك ودلع بنتك، وانك تبصي وتقولي لها الف مبروك. ديت اللي مكسرات اللي انت بتقولي ايه اسمها القطه دي. ايوه فانت بقى هتبصيها والف مبروك يا حبيبتي وكده. مش مصدقة، ما انتش مصدقة بقى انك هتكوني حما. ربنا يخليك ان شاء الله حبيبتي بامر الله. شكرا ليك يا ام منى. فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام كلام. فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل واقضى. سنعود مستشفى الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم، يونايتد أراب ستيتس، أرقى الخدمات الطبية، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. للتواصل 02-24-99-66-60، القاهرة 2000 شارع جسر السويس مع أحمد عصمت أمام بوابة 4 نادي الشمس، نجع حمادي شارع حسني مبارك بجوار مسجد المحطة، سوهاج ميدان بنك الأسكندرية برج الخضيري، طنطا تقاطع شارع البحر مع شارع البورصة عمارات الأوقاف الدور الرابع، الوراق بجوار سنترال الوراق. برنامجنا فيه حاجة هادفة لهدف. ايه هو الهدف؟ ان انت يلي محروق تدور على عروسة وخايف انك تخش بيدة وبيدة وبيدة وتجرح واحدة وتقول انا مش عايزك او انا مش مرتاح لك وتتعب حد معاك، برنامجنا فتح لك الباب يقول لك تعالى قول اللي انت عايزه. وانتي ياللي انت سامعاني دلوقتي وعارفه انا بتكلم في ايه، مش عيب انك تقولي انت عايزه ايه، مش عيب ان انت تقول انا عايزه ايه، طويل قصير اسمر ابيض تخير رفيع معاكي، كل ده اهم حاجه يكون بيخاف ربنا. فعايزين نحاول بقى نفكر في الجديه شويه، نحاول ان احنا كل واحد يختار اللي هو عايزه، كل واحد يقول انا عاوز ايه، انا بفكر في ايه، انا عايز شركه حياتي كذا. الشخص اللي هيجي عندنا في اول مره ليك 3 مرات انك تشوف فيهم عروسه، وانت ليكي 3 مرات انك تشوف فيهم عريس، واختاري وانت اختار، ومش عيب انك تقول ربنا يوفقها مع غيري، ومش عيب برضه انك تقولي ربنا يوفقه مع غيري، انا ما ارتحتش يا مدام منى نفسيا، مش جريمه، لا مفيش حاجه، وما تتحرجيش وانت برضه ما تتحرجش، هي هتتجوز وانت هتتجوز وهتعيشوا وهكذا بتمر الحياه. عشان هيتم الاتصال ببعض الاشخاص ديت بناخد كل اسبوع 10 اشخاص، 10 بنات على 10 شباب، ويتقابلوا مع بعضهم وهي تكون جايبه محرم معاها. واحنا قلنا قبل كده المطلق يجيب البطاقه ويجيب القسيمه بتاعته، ده ضروري جدا عشان المصداقيه بس مش اكتر، طبعا لان عشان الامور كلها تمشي على نور. طالما انت داخل على جواز هو ده الصح، هو ده الكويس، انك تتصلي وتتكلمي وتطلبي حقك، تطلبي حقك في الفرح، تطلبي حقك في السعاده، وكله مقدر ومكتوب، مش عيب. We'll be right back.
تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. شاكك ان معمول لك سحر ومش عارف تفكه؟ عندك تعطيل في زواجك او مشاريعك؟ اتعرضت للمس والحد دلوقتي مش لاقي له علاج؟ بتسمع اصوات غريبة في بيتك مش لاقي لها تفسير؟ عندك الام في جسمك الاطباء احتاروا في علاجها؟ اتصل على 1764، هيرد عليك فضيلة الشيخ سيد الباهي، وان شاء الله هتلاقي معانا علاج للسحر والحسد والعين والمس والقرين والحجامة. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟ ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. عدنا. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم بعد الفاصل. هاخد معايا تليفون من معايا. منى السلام عليكم يا منى. السلام عليكم يا حاجة، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ اتفضلي. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي ويحسن لك احمالك يا رب العالمين. اتفضلي. انا مشكلتي ان ابن اختي ماضي شيكات ب100,000 جنيه، ومطلوب منه على السد مفروض يوم 25، وبيته هيتخرب وجايب عيل وانا مش عارفة اعمل ايه. ارجينك يعني، ارجيني يا رب تعملي معانا عمل خير وتقفي جنبينا. طيب يا رب. طيب هو ده ابن اختك عنده كام سنة؟ عنده كام سنة ابن اختي؟ عنده 23. 23 سنة. حاضر حاضر يا حبيبي. اسألي وادرسي الحالة. يعني هو ادى فلوس وقال لك انا ومالي لابي، وجي ابوه اخذ كل الفلوس واحنا ومضينا على مسؤوليته كده، وخايفين هو هيتحبس وبيته هيتخرب واهلي ما طيقوه منه معاه عيل. وقفي جنبينا بالله عليك. حاضر حاضر، سيبي رقبك في الكنتور يا حاجه منى. حاضر. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك في عمرك يا رب. الله يخليك يا حبيبي. بالله عليك استحلفك بالله. حاضر، اكيد الناس كلها سامعاكي دلوقتي اكيد، واهل الخير موجودين كتير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا حاجه منى. طبعا حاجه منى عايزه مساعدتكم، فانتوا اكيد سمعتوا، مش محتاجه ان انا اتكلم خالص فيها طبعا، عشان احنا مش برنامجنا مش متخصص في الموضوع ده، ولكن الناس من حبها في البرنامج فبتتواصل عن طريقه ليكم وبتسمعكم مشكلتها وبتسمعكم اللي هي عايزاه. وكمسلمين وكاخواته كلنا بنطبطب على بعضنا، ولازم نمد ونشد كلنا ايد بعضنا ونوقف بعضنا على رجلنا. هي بعتت لكم صوتها، انتوا اكيد سمعتوها دلوقتي. هستنى حد يقول انا همسح دمعتها، هستنى حد يقول هعمل هديها جنيه، هستنى حد ان يجمعوا كلنا نعملها اي حاجه. ويا عالم يا عالم، اكيد ربنا معاه قبلكم كلكم، ولكن احنا مسلمين نحس ببعضنا مش اكتر. هستنى اتصالاتكم على 1756 رقم الداخل 2. اللي حابب يشارك او اللي حابب ان يتواصل ما فيش مشكله خالص، هي تسيب رقمها ان شاء الله في الكنترول وربنا يسهل لها الحل ان شاء الله. شكرا لك جدا يا حاجه منى. رضا السلام عليكم يا رضا. هبه السلام عليكم يا هبه.
ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك اخبارك؟ الحمد لله. بصي حضرتك، انا زميلتي في الشغل قالت لي انها حلمتلي ان انا اخد اجازه اسبوع من الشغل، مش عارفه هتبدا من يوم الاربع او ليوم الاربع. اه وفي الحقيقه انا ولا هاخد اجازه ولا حاجه، فانا كنت عايزه اعرف ايه الحلم ده. يعني انت هتاخدي اجازه الاربع يا خدتيها الاربع؟ اه يعني هتبدا من الاربع او لحد يوم الاربع، بس هي مدتها اسبوع. طيب صلى على النبي بقى يا هبه، طالما اجازه الاربع او هتاخديها الاربع فبيدل على رفع المكروه، رفع المكروه عنك. طيب قولي بقى الحمد لله، طالما الخط فصل يبقى انت تقولي الحمد لله والشكر لله وتقوم تصلي وتقولي خير خير ان شاء الله. رشا سلام عليك يا رشا. عليكم السلام. ازيك يا غنى؟ عامله ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك يا رشا؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي، ماما حلمت ان في واحده صاحبتها اسمها شادية. شادية دي جات لها البيت ومعها عيل صغير ابنها كأنه ابنها. وماما مخلفة عيل صغير. واحدة صاحبتهم تالتة برضو مخلفة عيل صغير. والتلاتة زي ما يكون نايمين عندنا، نايمين هما تلاتة جنب بعض. فطنط شادية دي بتقول لماما مين فيهم ابنك بقى؟ راحت ماما قالت لها احلى ماجد فيهم ابني. احلى ماجد؟ احلى ماجد فيهم ابني. بس كده. طيب يعني فاديه من الفدا وماجد، هو انت عندك فاديه ما فاديه من الفدا. قولي لي، هو اساسا حد عندك اسمه ماجد؟ شاديه بالشين. شاديه؟ مش فاديه. لا شاديه حلوه برضو، فدا فدا ان شاء الله. قولي لي، في حد عندك اسمه ماجد؟ لا لا لا، مفيش ماجد ده اصلا. لا لا لا، وكلهم مولدهم خلاص. كلهم مولودين ومحطين جنب بعض، وهي بتقول لها فين ابنك؟ قالت لها احلى ماجد فيهم. الحمد لله رب العالمين. هي الولادة للست الكبيرة اللي هي أساسا المفروض ما تولدش، فبيدل على زوال همها من ناحية بناتها. زوال همها من ناحية مين؟ بناتها، ما عندهاش غيري أصلا. طب يبقى أنت بقى همها الكبير أنت، يبقى من ناحية بنتها بقى اللي هو أنت. بس كده؟ لأن أحلى ماجد فبيدل على أحلى جوازة أو على أحلى عريس أو على أحلى هنا إن شاء الله لبنت، وهتشرف بيه وأحلى جهاز. أشكرك. مبروك يا شوشو بقى. شكرا. شكرا لك حياتي، مبروك لك جدا. شكرا لك جدا يا رشا، الحلم كله انت خدتيه لوحدك يا رشا، شكرا لك. ام محمد سلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام يا استاذة مين. ازيك يا ام محمد؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمعت، انا حلمت حلم بجوزي المتوفي، متوفي بقاله كام شهر كده. ان هو كان هوايته الصيد. الحقيقه يعني، بس كان تعبان ومش قادر يطلع يصطاد. ان هو حضر عده الصيد وحط الشنطه بتاعته، بيلبس لمؤاخذه الشوز بتاعه الاسود، وحط السناره طويله على السرير، بس السناره دي ما كانش بيصطاد بيها في الاصل. ايوه، عشان كبيره على الشنطه. ونادوا عليه اصحابه واخذ الحجره ونزل وهو فرحان جدا اللي هو رايح يصطاد. بس كان متوفي وكان نفسه فعلا يروح يصطاد. بس كده؟ لا هو ده والله اعلم، فهو سايبكم مستورين. الحمد لله. لانه فرحان ورايح يصطاد، ورايح يصطاد سمك بياكل، فهو فرحان ان هو سايبكم مستورين مرتاح. الحمد لله. ان انتوا مستورين، مستورين في خير الراجل ده، الله يرحمه. الله يرحمه. طب في حلم تاني؟ اتفضلي. حلمت برضو بيه لنا رايحين انا وهو بنبارك لحد متجوز جديد، بس مش فاكره مين يعني. وقابلنا بياع خضار بيبيع خضار، فهو راح يشتري. البياع ده كان واقف على عربيه الخضار بيفضي الشوال. فانا لما لقيته راح يشتري، فقلت اروح اقف جنبه اشتري انا كمان. فجيت امسك الخيار لقيته ده كوسه حلوه صغيره. ببص عليه عشان اقول له اللي ده كوسه مش خيار، لقيته في ايده فلفل حامي واخضر حلو كده، وماسك عمال يعبي كيسه، وقدامه فلفل كتير قوي. بس هو انت محمد ابنك الكبير؟ لا نصاني، الاكبر اسمه مصطفى. مصطفى كبير؟ عنده 24 سنه. انت ما فيش عندك مثلا مبلغ صغير ممكن تعملي بيه مشروع صغير لحد من عيالك الصبيان؟ في الحمد لله. طيب لان الفلفل ده فبيدل على مال يحفظ الاموال، يعني تشتري تعملي مشروع صغير علشان خاطر كل ما تاخدي من الفلوس هتقل، فهي هنا بيوصيك انك تعملي مشروع صغير او تعملي حاجه صغيره تدخل فلوس بدل ما تطلعي فلوس. حاجه تنفع الشباب.
دي الفلفل اللي هو في الاخر لقيتوه. وعندك الخيار عمال يعبي فيه. طب خلاص يبقى مشروع ده. مشروع ده اعمله مشروع اعمله مشروع صغير كده حلو كده، وان شاء الله هيكبر على مرور الايام بامر الله. شكرا ليكي يا ام محمد. ام امل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام امل؟ الحمد لله. اتفضلي. حماتي حلمت حلم بنتي السنه الثالثه اعدادي اسمها اسماء. حلمت ان جاي لها عريس، وحفله الخطوبه كان والد حماتي كان هو ميت، كان لقيته حاضر في الخطوبه، ولا اخت اسمها فهمه جايبة صنات كتير كده بتقول لها منين جاية فاهمة، قالت لها ناس جايبينها. والمهم العريس خرج يوم التليفون بره كده، خرج بره البيت من التليفون، قام لحظت من كلامه كده حماته لحظت من كلامه ان هو ضابط في الجيش، وهو بتقول شكله حلو وجميل بس هو بيشرب سجاير. بس هو ايه؟ بيشرب سجاير، لقيته بيشرب سجاير وهو ضابط في الجيش. وهو فعلا العريس ده موجود؟ لا ده حماتي حتى بنتي لسه في ثالثة اعداد. يعني هي شايفه العريس ده بنتك اللي في ثالثه اعدادي؟ لا انا ما تقدمناش، هي شايفاه في الحلم. ما انا عارفه. يعني هي في الحلم شايفاه لبنتك اللي هي في ثالثه اعدادي؟ بنتي في ثالثه اعدادي. انا عندي بنت اكبر منها بس دي ماما شافت الحلم اللي في ثالثه اعدادي. ربنا ييسر لهم امورهم ويسترهم لك يا رب. بصي يا ام امل، الحلم ده على البنت اللي هي الصغيره دي، فبيدل على الانضباط، ان انت دايما تاخدي بالك منها، وانت دايما تتكلمي وتشوريها في لبسها وفي كلامها مع زبايلها، انت دايما تقولي لها رايحه فين وجايه منين، يبقى في معامله طيبه بينك وبينها صداقه. انت فاهمه معايا ام امل؟ فالحلم كله بيدل على الصداقه بين الام وبنتها، وتبقى بنتك مظبوطه، بس ما تضغطيش عليها، عشان لو ضغطت عليها انت اللي هتكوني خسرانه في الاخر. والله اعلم، ربنا يخليهم لك يا رب. نجلاء سلام عليك يا نجلاء. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله، الله يخليك. اتفضلي يا نجلاء. انا امبارح اللي اتصلت بيكي على اللي انا حلمت بالحمام، وان يعني كل اللي احلم ان انا حلمت السلف ان انا اخدت جوز واديت جوز. وانتي قلتي لي ان ده يدل ان كريمك بولد ان شاء الله، بس قلتي لي بقى انك انت بتوعدي ما بتوفيش، يعني ايه بقى عليكي انتي؟ يعني مثلا صلى على النبي، انت ممكن تعشيني حد بحاجه ان شاء رب العالمين ما يعملها وخلاها وسواها، انت ما تعرفيش ظروفك هتحكم عليكي بايه. ما تعمليهاش، مع يعني انا بعملهاش. ما بتعملهاش. اصلا انا اشتغلت من امبارح، قلت ايه اللي انا ما وعدتوش وما عملتوش بقى. لا طب ما انت ما بتعملهاش اهو. طب انت يعني بتفكري في حاجه غريبه؟ طب ما احنا بنتكلم اهو. انت يعني فهمتي؟ انت طيبه يا نجلاء، انت طيبه. يعني انت بتفكري في موضوع من امبارح وانت عارفه الموضوع، مع ذلك ايه انت شردتي اصلا خالص. فاهمه يا نجلاء؟ ربنا يخليك. فربنا يا رب يستحيلك حالك يا نجلاء، انت جميله وطيبه جدا. الله يخليك. طب والجوز الحمام اللي اديته لسيلفي خير طيب؟ ايوه، انت بتتمني الخير لغيرك. يعني ربنا يكرمه ان شاء الله. شفتي بقى، انت بتقولي ربنا يكرم، مره بقول لك انت بتتمنيه لغيرك، يعني انت نفسك في الاولاد ونفسك ربنا يكرمك، وتقولي ربنا برضه يفتحها على سيلفي عشان جوزي ما يشيلش همه. شفتي ازاي؟ يكرمهم كلهم يا رب ان شاء الله. جدع يا نجلاء، صحصح يا نجلاء، صحصح. انا عايزه حلم تاني، عايزه اقول لك على حلمي على جوزي وسيلفي. طيب قولي يلا وعلي صوتك. بصي، هما حلم ابن ستي متوفي. هو متوفي وعنده 5 سنين كده، وجوزي وسيلفي حلمه يعني واحد كبير، شيخ كبير كده في الحلم، وبيقول لهم انت بتحب مصطفى؟ قال لهم طب بص عليا، بص، قال لي سيلفي بص عليا قوي، بص عينك في عينيا، قال له انت بتحبه؟ قال له فراح غام عليه. وبعدين قال لجوزي نفس السؤال، انت بتحب مصطفى؟ قال له طب بص عينك، راح غام عليه. راح رمى عليه مين، مصطفى؟ لا، اللي غام عليه جوزي وسيلفي، هو مصطفى متوفي. ماشي، يعني ابن سيلفي متوفي. وشيخ كبير كده لابس حاجه بيضة، وراجل كبير، وبيقول لهم انتوا بتحبوا مصطفى؟ ماشيين في الشارع، يعني هما ماشيين في الشارع، ويعني مصطفى معاهم بس ميت. وبيقول لهم انتوا بتحبوا مصطفى؟ قال لي سيلفي. بعد كده راح قال له طب بص عيني في عينك، راح قال له لا انا بحب مصطفى، راح غام عليه. وجوزي نفس السؤال، قال له انت بتحب مصطفى؟ قال له طب عيني في عينك، راح غام عليه. هو ايه ده بقى؟
انت عندك كام سنه يا نجلاء؟ انا عندي 19. ما انت عشان كده انا عايزاك تدي خشنه شويه كده وجدع. الله يخليك يا حبيبتي، وربنا يكرمك يا رب. بص يا رجلة حبيبتي، ان هو داير مع عليه وداير مع عليه، فمعناتها على الخلفة الطيبة الشبيهة لمصطفى المتوفي. ربنا يكرمكم بالصبيان. وفي اللي بيقول انا سامي مصطفى، في اللي بيقول انا سامي مصطفى فعلا. فعلا احنا، انا بقول انا عن لسه سامي مصطفى لما توفي. ما هو داير مع عليه وداير مع عليه، فهي عزومه كله بيتعزم على التاني، انا اللي هسميه وده يقول انا اللي هسميه. يعني ده خير مشاغل. طبعا ان شاء الله ان شاء الله، ما دي خلفه صبيان ذكور، فاهمه يا نجلاء؟ وان شاء الله بامر ربنا يكرمك بمصطفى ان شاء الله. شكرا لك يا نجلاء. ام منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام منى؟ انت قفلت عليا. ماشي. لا ما ينفعش كده. ماشي اتفضلي. ما قلتليش ايه الشاي بلبن بقى؟ لا الشاي بلبن ده فهو بيدل على الحاله المزاجيه بتاعت الام. ان هي ايه؟ ان مهما يكون العريس حلو عايزه الاحلى. ايوه. ان مهما يجي لها مش عارفه ايه، زي ما بيقولوا ملك من السما، لا عايزه الاحلى والاعلى واللي يكون شكله جميل، عايزه فيه كل المواصفات اللي هي ايه، ما يكونش حد ناقصه فيه عشان ما حدش عيب عليه. لا صح. هو ده الشاي بلبن ليكي انت. ماشي. في حلم المحمود بقى، حلمه وخايف منه قوي. محمود ابنك؟ خير ان شاء الله. هو كان تحت يعني عند سته في الدور اللي تحتينا، ولقى تعبين كتير قوي. ففي واحد ما يعرفوش قال له احنا هنروح ننده البوليس عشان التعبين ديت، فهو جري طلع على الشقه فوق، فهم طلعوا وراه. هو نط من البلكونه، عدهم الاول لقاهم 13. ونط هو من البلكونه وسابهم بقى داخلين على اخوه، بس لا انا ولا منا كنا في البيت. هو عنده كام سنه محمود؟ 16. 16. ليه صحبه عامله ايه؟ صحبته عامله ايه؟ لا الحمد لله كويس. كويسين؟ الحمد لله. طيب هو ليه صحبه مش حلوه جديده؟ في صحبه ليه مش حلوه؟ ملتزمين جدا قدامه الكلام ده، بس انا ما اعرفش عنهم حاجه. انت سامعاني يا ماما؟ ده التعبير اللي كانت كتير، وان هو يجري وكده ويقول ان هم 13 وكلام من ده، فال 13 بيدل على الصحبه الجديده، وخاصه لو فيها تعبين صحبه جديده، فخليه يخلي باله من صحابه وكلام من ده. ربنا يستحي لك حاله، وقول له ما تخافش يا محمود انت حلو ان شاء الله. معايا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا هبه؟ ازيك يا ابله منى؟ ازي حضرتك؟ انا بحبك في الله والله. والله وانا بحبك يا هبه، مستنيه اسمع صوتك الطيب ده كل يوم. بقعد لك والله لحد الساعه 2. الهي يخليك يا هبه، لا يحرمني منك يا رب. ربنا يسترها معاكي، طمني قلبي، ربنا يطمن قلبك. هطمنك. حاضر قول. انا شفت رؤيا، اللهم اجعله خير، في واحد كان هيتجوزني. واحد عايز يتجوزك؟ فما حصلش نصيب، يعني هو امه ساكنه في وشي، فمراته من النوع اللي هي ايه، كنا عارفه عملت مشاكل وحصل عمل والكلام ده وبعتته. والمهم حضرتك رحت شفت في المنام مراته جات لي، فبقول لها على فكره انا ما اعرفكش، انا لو اعرفك انا كنت اكلت معاك عيش وملح، ولو انا اعرفك كنت عمري ما بصيت لجوزك ولا عمري كنت حبيته. المهم راحت في واحده اسمها سكر عندنا جارتنا، راحت عامله لها ايه، مكرونه. فالمكرونه دي، سامعاني حضرتك؟ سامعاكي. معاكي يا هبه. المكرونه دي حضرتك ايه، فيها ملح زياده. فيها ملح، هي مظبوطه، فهي بتعملها زي، بتقول لها لا ده عايزه ملح. المهم رحت انا اكلتها، فقلنا احنا نحمر بطاطس وناكل. المهم رحت انا اكلتها، قلت لها على فكره المكرونه زي العسل. المهم راحت عامله لي ازاي، راحت قالت لي المكرونه زي العسل. قلت لها على فكره انت ما بتحبوش، انت لو بتحبيه عمري ما كنتي قاسيتيه. قالت لي لا بحب. رحت انا عملت لها زي الاغنيه، بعملها زي، لا انت ما بتحبوش، رحت عملت لها مثلا زي الاغنيه اللي طلعت دي، ده ما حبوش والكلام ده، فاهماني؟ فالمهم ايه، رحت احنا مستنيين ان احنا نروح له السجن كلنا واخواته وكلهم قاعدين، ورحنا بعتنا نجيب عربيه كار ولا مش عارفه عربيه ايه كده، واروح بقى السجن اللي نطمن عليه. المهم فجاه انا رحت انا وعيل صغير معايا، عيل بس مش صغير يعني. تروحي السجن؟ تروحي السجن تطمن على مين؟ راح اطمن عليه، هو محبوس، هو في دقيقه. هو يعني دلوقتي محبوس. في دقيقه، ربنا يفك دقيقته. فالمهم رحت انا رحت له السجن، فببص كده في وسط الناس، فهو راح جاي لي جري ولابس جلابيه، باين بدله بيضة والله اعلم، ومعايا عيل بس عيل بتاع 16 سنه كده. فحضرتك رحت انا عملت له ازاي، بقول له، راح هو اول ما كده سلم عليا وراح بايسني، حط ايده على بطني. فما حط ايده على بطني، رحت انا عملت ازاي، قلت له على فكره انا مش حامل، انا ما اتجوزتش، بس وصحيت حضرتك على كده. طب وانت ما بتكلميش والدته؟ ما بكلمش والدته ولا بكلم اخواته، وكلنا معادين بعضيهم، كانوا بيعملوا لي اعمال واسحار. مين اللي قالك ان كانوا بيعملوا لك اعمال واسحار؟ انا ليا صوره عندهم حضرتك، فاهماني؟ ايه اللي اثبت لك ان هم عملوا لك عمل؟ الصوره اللي انا كنت مديها له المحجبه فيها بتصوت، جايلي في المنام عماله تصوت، انا مأذي انا مأذي، سكرين.
انت مأذية ايه؟ بتقولي انا مأذية، انا مأذية بسكرين رفيع. طيب انت برضو ايه، اكد لك ان في حاجة عندك اتلخبطت في حياتك؟ حياتي كلها متلخبطه، وان انا ما فيش اي حاجه ليا بتتم، حتى شغلي ما بيتمش، اي حاجه بتبقى على طول احلم بمعاشره مع حد، شكل واحد، شكل واحد عمال يحاربني في المعاشره، جالي برضه حلم من قيمه. فسري لي ده، ربنا يخليك، عشان انا خايفه عشان الخط يفصل، ولا ممكن تفسري لي بعد ما اقفل؟ هفصلك، ما انا اتكلم معاكي لحد ما الخط بتاعك رصيدك خالص ما يخلص، خليكي معايا. وانا بحبك قوي والله. والله وانا بحبك يا بابا برضه، بس عايزه بس افوقك من حاجه عشان ما تظلميش، لان الحلم بتاعك فيه ظلم. في ظلم ليا ولا ليهم؟ لا انت اللي ظالمه، انت اللي ظالماهم. انا ظالماهم؟ اه، في موضوع العمل مفيش عمل معمول لك منهم خالص. طب الرؤيه دي بتثبت بان انا واكله مكرونه؟ اه مراتي كانت بتعمل، وانا قلت لها انت ما بتحبوش بصوت الاغنيه في واحده معايا، وانا رحت للسجن وحط ايده على بطني وراح بايسني ومسلم عليا. ما هو حالي صح حضرتك، انا نسيت اللي اقول لك، اللي هو حالي دقنه خالص، وهو حالي وشكله يعني مش عارفه اوصفك، يعني هو حالي دقنه. ما هو فهمني، هو فهمني يا هبه، هو دلوقتي فهموني، حط ايده على بطنك، فمعناتها ان هو بيتشكل اهالي، الاهالي اهلك واهله بيشتكي لاهله؟ لا هو بيشتكي من حال اهله واهلك، اهلكم انتوا الاثنين. لا اهلي مالوش صرفه بيه خالص نهائي. بيتشكل من اهلكم انتوا الاثنين، من اهلك واهله، تصرفاتكم تصرفات اهله، مش موضوع انه حامل على الحمل. ايه؟ اقول لك رؤيه تاني بس فسري دي عشان رؤيه تاني، وانا لسه قلت الاولى. بصي يا هبه افهمي. نعم. مش انت بتقولي انت بتقعدي تسمعيلي كل يوم؟ اه. انت مش، طب انت مش بتشوفي حال البنات كلها زي حالك؟ حال اه كله زي بعض، يبقى الدنيا كلها عامله بعضها اعمال. اقول لك رؤيه تاني يا رب يسترك يا رب. قولي يا هبه، قولي يا هبه، قولي يا هبه، عليكي يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. طب قولي يا هبه، انا شفت رؤيه في المنام اللي انا جسمي، انا بعت لك رساله، انت قلت لي رساله عايزه تكمله. طب قول. شفت ان انا وانا نايمه في المنام ان انا كل اللي على رجلي بيتكتب، يعني في رسمه بهيئه الوان التيف رجلي اليمين. والرسمه دي اتقلبت بخط كتابه 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 لحد بطني لحد صورتي. وجيت في الرجل الثانيه اتقلبت بسمك، سنية سمك. كل ده على جسمك وانت طالعه وانا نايمه؟ اه، ده الحلم ده كان ملخبط خالص. اه، بعت لك الرساله انا حضرتك، ما انا كنتش فاهمها اصلا. فجيت انا في المنام بعمل ازاي، بقول ايه الكتابه دي، انا خايفه تتمسح، بنزل الجلدات، بقول لما اروح عند ام باسم، ام باسم تقراها لي. اه، بس انا سالت اذا كان سحر مس، وطالما ظهر على جسمي خلاص بتل. مين اللي قالك كده؟ في ناس بتقول لي كده، مس وسحر. ايه؟ والله انت اللي ساحره نفسك، انت بتصلي يا هبه؟ لله الحمد، الف شكرا يا رب، بصلي دلوقتي، بقالي دلوقتي انا قعدت 20 ما بصليش، وهيئه واحد بينام معايا، وهيئه ان انا بهاجم واجري منه. طب ما يبقى العيب منك انت، لان دي المعاشره فبيدل على عشق من الجن، يبقى العيب منك انت، الناس مش عامله اعمال كده خالص. يعني انا ما عنديش عمل؟ يا ست عمل ايه؟ العمل عمل ربنا، وحيد الله، الناس دي ما عملتلكيش حاجه. هبه انت فكرتيني بالحاجه سمية، الحاجه سمية كانت الحلم بتاعها كله بتاع الكلب اللي ما بين رجلها، كانت عايزاني نفسها تسمع ان انت عندك جن، نفسها كده ان انا اقول لها انت عندك جن، خلاص مسكت القضيه ان انا عندي جن، انت الناس دي مش عامله لك سحر، والموضوع دلوقتي مش موضوع جن يا جماعه، هي بقت موضه الجن ده، هي ما هيش موضه ان كل واحد يحصل له مشكله يقول ايه دي عامله لي، انا عندي جن، انا عندي، حتى انت مصممه وتروحي وتيجي يا هبه، طبعا انا بحبك وانت اختي الصغيره، بتروحي وتيجي تقولي ايه، بيحصل لي معاشرات، بيحصل لي معاشرات، عايزاني اكد لك اكتر ان اه انت معمول لك عمل وانت عندك جن، لا انا مش هوهمك، انت ما عندكش اي حاجه، انت كويسه، مش بتصلي، عارفه ربنا، ملتزمه، انسانه كويسه، الكل بيحبك، ايه يعني الجواز اتاخر؟ ايه يعني الشغل ما حصلش فيه نصيب؟ الدنيا وقفت خلاص؟ هطلع اجري ادور على الاعمال واجري ادور على اللي يعالجني؟ انت معاك ربنا، في اكتر من ربنا؟ انسي خالص، وانسي يا حاجه سميه خالص قصه الجن، كلكم تنسوا موضوع الجن، لو دورتوا على الجن كلنا الجن قاعد فرحنا، قاعد فرحنا في كل مكان، فما تهموش نفسكم على الفاضي، وان شاء الله ربنا يهدي لك الحال يا هبه بامر الله. مع مين؟ هبه، السلام عليكم يا هبه. هبه؟ هبه معايا؟ طب ياسمين، السلام عليكم يا ياسمين. ياسمين؟ ياسمين معايا؟ الو، اتفضلي يا ياسمين، ازيك؟ ازيك يا مدام منى، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عالي صوتك يا ياسمين. ازي حضرتك، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله والله، بس عايزه اسمع صوتك عالي. ربنا يخليك يا استاذه منى. الله يخليك حبيبتي. بقول لحضرتك، كنت حلمت حلمين. اتفضلي.
اول حلم كنت حلمت ان ماما جابت نونو. لا الصوت بعيد خالص يا ياسمين. حلمت ان مامتي جابت نونو. ماما جابت نونو ماشي. اه بس ولد. ماشي. فبعدين انا بعد كده خدته منها فضل معايا انا. اه. فبعدين برضعه. اه. معاني؟ ايوه معاكي. اه. فبعدين برضعه وفجأة لقيته كبر هو على ايدي. اه. حتى انا ساعتها اتحركت منه. اه. لقيته فكبر كده يجي عنده سنه ولا سنه ونص ولابس بنطلون بني وزديري وقميص. اه. بس. طب وانت مخطوبه هبة يا ياسمين؟ اه مخطوبه. عامله ايه مع خطيبك؟ الحمد لله كويس. كويسين؟ اه. بص ان والدتك تخلف وكده تجيب ولد فبيدل على ان خلاص هي فرحت بالبنت، اما ان انت ترضعيه فترضعيه فبيدل على ان انت مش مدركه يعني ايه الحياه الزوجيه، لسه ما انتش فاهماها. فعشان ما انتش فاهماها اتلخبطي شويه فيها، توقعي نفسك في مشاكل. في كلام هتتكلميه وفي الاخر اللي قدامك هيعدك وتعيطي وتزعلي وترجعي تراجعي نفسك تاني، فركزي وخلي بالك من المراحل اللي داخله عليك الجديده. معايا يا ياسمين؟ ايوه. يعني دلوقتي لو حبيت تكلمي خطيبك في موضوع يخص الجواز اتكلمه، انت عارفه ان الكلام ده هيرجع يترد عليكي تاني ويقول لك انت غلطانه لا انت صح. انت فاهمه؟ عشان بعد كده يبقى في مشوره بينكم وبعض طيبه، عشان هو يقول في نفسيته ايه ده انا اي حاجه تحصل هشاور فيها ياسمين، هكلم فيها ياسمين، فربنا يستحي لك حالك ان شاء الله يا ياسمين. اختي فريده السلام عليكم. فريده؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي بخير، اتفضلي. كنت عايز حضرتك، دايما بحلم ان انا بستنجد بجوزي بس وعايزه اصرخ بس هو ما بيسمعنيش وصوتي ما بيطلعش. انت بتصرخي؟ بكون حاسه ان انا بصرخ او بنادي عليه بس صوتي ما بيطلعش خالص في الحلم. صوتك ما بيطلعش في الحلم؟ خالص. طيب بس كده؟ عايزه اسال حضرتك حاجه كمان، انا وجوزي كنا بنحب بعض جدا وجاتنا فتره كده حياتنا كلها اتقلبت، ما بقيناش عارفين يعني بقينا نعامل بعض معامله مختلفه. طب هقول لك على حاجه عشان برضه انا عارفه انت دماغك رايح لفين دلوقتي. الظروف الماديه عامله معاه ايه؟ لا الحمد لله كويس. الحمد لله. شغله ماشي مظبوط؟ الحمد لله. وفي فلوس بيدخلها كويس؟ يعني الحمد لله. أما الحمد لله على كل شيء، ولكن انا بتكلم لان في ساعات راجل بيتغير من نعمة اهل بيته بسبب الضغوطات النفسيه في الشغل في الظروف في الظروف الفلوس يعني شويه وشويه بس اللي بتاكل وتشرب بنصرف كويس. الحمد لله. بس اكيد في حاجات من اللي كان عايز يعملها الفترات اللي فاتت دي ما عملهاش. ممكن. طيب يبقى كده الراجل ده عنده ضغط نفسي بيقلبه عليكي فانت الاخرى بتقلبي عليه فالدنيا بتبقى متدربكه ما بينكم. طبعا انت ما انتش متعوره على كده. انت سامعاني يا فريده؟ ايوه. متعوده على الدلع على الكلام الحلو على 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 فلما يتغير انت رح تتغيري لانك انت مش حاسه بان في وجه تاني للحياه، وجه اخر للحياه اللي هو ايه؟ المعاناه. انت متعوده اهو على المحبه، انا واخداه بحبه وبيحبني والدنيا كلها كويسه واتجوزته صح؟ تمام. انت بقى دماغك راحت لفين؟ في حد عامل لنا حاجه؟ لا 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 ابدا، انا بس كانت من يعني من قيمه شهرين ثلاثه وانا بشيل عتبه قدام باب شقتي لقيت حاجه محروقه تحت العتبه. اهو ما انا بقول لك انا عارفه دماغك رايح لفين. إيه لا انا بقول طب ما الموضوع كده رايح لجن برضه. لا لا يعني لا امال ايه اللي محروق؟ دي كانت قماشه بيضة محروقه. طيب معناها ايه؟ نعم معناها ايه؟ لا ما اعرفش انا بحكي لحضرتك. طيب طب انت بتحكي بس 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 خليكي معايا. انا احنا اتجوزنا وانا بحلم ان انا دايما بستغيث بيه بس هو ما بيسمعنيش. لا لان ما الاستغاثه دي فهو بيدل على الست اللي هي مش واخده على الشكل التاني بتاع الزوج والوش التاني بتاعه، ما انتش واخده عليه، واخده دايما الوش الحلو اللي بيدلع. ما انا لسه بقول لك اهو، انت دلوقتي بتقولي في حاجه شفتها محروقه حته قماشه بيضة، مش انت سامعاني؟ مش عارفه انت سامعاني ولا لا، ولكن انا قلت لك انا عارفه دماغك رايحه لفين. هتقولي جن؟ لا في جن ولا في عمل ولا في اي حاجه من دي. انت شايفه البلد اهي، انت شايفه الدنيا بايظه اهي، انت شايفه ان الظروف في البيوت كلها بقت استغفر الله العظيم يا رب ربنا يفك علينا الجميع يا رب. مش اي حد برضه عنده مشكله هرجع تاني، انا بقى هي بقت موضه، انا الخط الساخن طول النهار النهارده جن 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 جن، هو احنا بنحضر طول النهار.
الفكره دلوقتي بقت راحه للجن. الجن تعب اصلا، الجن هرب، ما كده كده هو شايف الدنيا كلها متبهدله، فهو راح خد اجازه راح يرتاح شويه. فانا كل اللي انا عايزاه ان انتوا تهدوا شويه من موضوع الاعمال والجن والقصص دي كلها 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 كلها، واللي بيحب ربنا يروح. احنا في ابتلاء شديد جدا، اللي بيحب ربنا يروح، اللي عايز يتخلص من الهم والكرب اللي هو فيه يروح لربنا، اللي مش عايز خلاص ييأس ويقول انا عندي جن ويدور ويخبط على كل باب شويه ونسي باب ربنا. ربنا يستحي لكم احوالكم رب العالمين. فاصل سريع جدا ارجع لكم تاني ان شاء الله. سنعود. مستشفى الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم، يونايتد أراب ستيتس، أرقى الخدمات الطبية، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه. عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. للتواصل 02-24-99-66-60، القاهرة 2000 شارع جسر السويس، مع أحمد عصمت أمام بوابة 4 نادي الشمس، نجع حمادي شارع حسني مبارك بجوار مسجد المحطة، سوهاج ميدان بنك الأسكندرية برج الخضيري، طنطا تقاطع شارع البحر مع شارع البورصة، عمارات الأوقاف الدور الرابع، الوراق بجوار سنترال الوراق. دوروا على الاستقرار الأول، دوروا على القبول الأول، دور على ان انت ازاي دي يا ترى ديت لما اقفل عليها الباب هتصوني، هتريحني، هرتاح لها لما ابص في وشها، لما تفتح لي الباب الشقه كده واجي ابص لها هرتاح لها، تبقى دي الوش الجميل اللي دايما بيريحني في النهار اللي كله اللي انا تعبان فيه. ما تفكر في كده، وانت برضو فكري في كده. انسي كل واحده تنسى من النهارده انسه او مطلقه ان انا عندي جن، اعرفي ان في ربنا، قولي لا اله الا الله، وهسعى ان انا اسعد نفسي. ما انت الاخره اللي انت عايزه تتجوزيه ده، او اللي انت بتطلبه وتتصلي بينا او تبعتي لنا رساله انا عايزه عريس، ما انت هتسعديه، هو يتمناكي. مفيش بيت بيبقى ينفع حد يعيش فيه من غير فرش، ما ينفعش. انت الفرش وانت البيت وانت الجوهر وانت الجمال. يعني الراجل ما يعرفش يعيش من غير ست، ما يعرفش، والست ما تعرفش ان هي تعيش من غير راجل. ويا رب تكون ايامكم كلها افراح وسعاده وهنا، ويا رب يكون اللي بنت تتسطر، وكل سيده ارمله تلاقي اللي يسترها، تلاقي ابن الحلال اللي يقويها في حضنه وفي بيته وفي حنانه. ما تيأسيش وما تقولوش مستحيل، وما تقوليش انا عندي وقفه حال من الجن، تعالي بالجن بتاعك واحنا هنمشي لك الجن بتاعك وهنجوزك. ما تقلقيش من اي حاجه، ان شاء الله كله خير وكله مقدر بامر الله. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟ ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. للإعلان على شاشة الصحة والجمال،
يرجى الاتصال على 011-211-0682. عدنا. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، بعد الفاصل هاخد معايا أختي ابتسام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله حياتي بخير، اتفضلي. انا شفت خير، شفت ان شاء الله، شفت ان انا بدرس. يعني انت بتجري؟ بدرس. بتدرسي؟ اه. اتعلم بس علامه عالي. انا ارمله ومعايا 3 اولاد يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يصلح حالك. وبعدين شفت ان الدكتور اللي بيدرس علي في كراسه اللي هي الكراسه بتاع الاحصاء، ففي عمل لي فيها خطين بطول الصفحه من على اليمين، رسمهم بايده لكن يعني مظبوطين مش موجين ولا حاجه. وبعدين في الصفحه اللي قبلها رسم لي دبابه. ايوه. وكتب اسمي في الصفحه كده. بس وخلاص على كده. هو انت يعني والله اعلم يعني في نيه للجواز عندك تاني؟ نعم. في نيه للجواز عندك؟ لا يعني ما فيش كده نيه صغنونه خالص؟ لا خالص. عندك كم سنة؟ عند 34. لا ان شاء الله في جواز. لا مش معقول. يعني انا طيب شفت تاني. اوعى تخصميني. ايوه اوعى تخصميني. هو حلمك بيقولك ان انت هتفكري في الجواز، بس هي الفرصة ما جاتش من حد اصلا. انا شفت حلم تاني. طب انت سمعتيني ولا انت بتطنشي؟ الايه؟ افهميني، ما تعديش الكلام ده خالص. أيوة. انت مش بتفكري دلوقتي عشان لسه ما فيش حد اصلا. ايوه. فعشان كده بتقولي مش معقوله ازاي، لان هو ما فيش لسه حد خالص لسه دلوقتي، ولكن فيها هيجي وانت هترضي. بس انت لو هتتجوزي ان شاء الله بامر الله، يعني اختاري حد يناسب اولادك قبليكي. فهمتي؟ ايوه. اللي يناسب عيالي حبايبي قبلي انا. انت معاكي بنات؟ واحده. كبيره ولا صغيره؟ 11 سنة. شفت بقى انا اقصد ايه؟ واحد يناسب ولادك، راجل كده يكون عاقل محترم ابن حلال بيخاف من ربنا، دي اهم حاجة. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا كملي. شفت رؤية تانية. شفت ان اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شفت ان جوز الله يرحمه جايب لي علبة سودة فيها ساعة. وفتحت العلبه التقيت اسمي مكتوب على الـ على على غطا العلبه من فوق ابتسام برضو. بس وخلاص على كده. الحمد لله ربنا بياكد لنا التفسير اهوت. علبه مفاجاه مكتوب ابتسام، اسمك هيبقى على اسم حد تاني مع حد تاني. وجوزك مات من امتى؟ نعم. جوزك مات من امتى؟ من 3 سنين. ربنا يرحمه يا رب. ما فيش حد تقدم الفتره دي كلها؟ لا. طيب ما عشان كده ما فيش في دماغي اصلا ان هي دي خالص. ما فيش عشان ما فيش حد جامع، بقول لك ما فيش حد اصلا خالص. ايوه. عشان كده ما بتفكريش، وعشان كده الامر بعيد عن دماغك، ولكن لو هو جه هترضي. ان شاء الله، وربنا يكتب لك ابن الحلال يا رب. اللهم امين. شكرا ليك. قلت في الاخر اللهم امين. يعني انت بس عايزه ابن الحلال يظهر والدنيا كلها تبقى كويسه ان شاء الله. شكرا ليك يا ربنا يسعدك ويسترك انت وبناتك يا رب. شكرا ليك جدا. امل، السلام عليكم يا امل. عليكم السلام، ازيك يا دكتوره منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، اتفضلي. معايا حلم بس عايزه اقول لك عليه. قولي احلى حلم، اتفضلي. الله يخليكي. حلمت ان انا في المستشفى. اه. وولدت بنتين توأم.
وبعدين انا بقول لامي هو جوزي مش موجود، وجوزي مطلقني من 3 شهور يعني. فبعدين هو مش موجود فعلا وانا بولد، فقلت لامي ما تقوليلوش على مصاريف المستشفى، بس انا عارفه ان انت هتقولي له. وبعدين لقيت والدي ماسك ورقه بيكتب له حاجه، فانا قلت له اكتب له اذا كان هو عايز يعمل سبوع او مش هيعمل سبوع خلاص براحته. وانا كنت محتاره في اسم البنتين، كنت عايزه اسمي مي ومنى. وبعدين كنت محتاره ان انا اسمي بسمه او شهد او جنى مكان اسم منى. بس انا كنت عايزه من جوايا مي ومنى. وبعدين الراجل جاب لي الدفتر بتاع الاسامي اللي هو في المستشفى، فقال لي بصي انت عشان محتاره انا هسيب لك مكان في الصفحه بتاع الاسامي بتاع المواليد اهي، هسيب لك مكان لاسمين لما تختاري الاسمين انا هتعالي وانا هسجلهم لك في الدفتر. بس وخلص على كده. هو في ان شاء الله في فرصه للرجوع تاني؟ نعم؟ في فرصه للرجوع ولا خلاص الامر انتهى خالص؟ هو طلقني وبعدين قعد 2 سنين ورجع، ورجع قعد مثلا فتره برضو قليله كده ونفسيته بتتعب يعني، فبرضو يرجع يقول لي سيبيني اما نفسيتي تهدى وكده. اصل انت ولادتك للبنتين والبنتين معناتها رجوعك تاني الامر اللي انت كنت فيه مره تانيه، وانك تختاري على اساميها. هو رجعني مرتين يا دكتوره منى، هو طلقني وقعد 2 سنين، وبعد ال2 سنين جه رجعني تاني، قعد كام شهر ونفسيته تعبت وبعد يعني، قال لي سيبيني يا امل شويه وكده لما اهدى. طب نفسيته تعبت من ايه؟ ما انتش عارفه اللي عنده؟ هو كان معمول له سحر يعني، كان معمول له، كنت بشوف له في احلام ان هو بينادي على الجن في الحمام وحاجات وكده، وسالت شيخ الجامع وسالت الشيخ سيد برضو كده في التلفزيون، ووديناه له عمل له رؤيه شرعيه عنده في جامع، وبعدين كتب له على علاج وعسل وحاجات، فهو ما خدهاش يعني، ما كانش مقتنع بالاحلام ولا مقتنع ان هو مثلا معمول له سحر. يعني هو ما عملش اي حاجه من دي هو خالص؟ لا ما عملش حاجه خالص، ونفسيته تعبت تاني وبقى يتضايق مني من غير اي سبب يعني، هو عايزني وكل حاجه بس فجاه كده تلاقيه متضايق وعايز يبعد. وانت دلوقتي قاعده عند اهلك وهو في مكانه؟ هو شغال دلوقتي طبيعي وعايش حياته طبيعيه خالص؟ هو بعيد عنك؟ عايش حياته طبيعيه، هو متجوز زوجه تانية يعني، هو كان متجوزني انا عليها يعني. كان متجوزك انت عليها؟ هو متجوز، بس هي يعني من العقليه اللي هي يعني مش عارفه اقول لك ايه يعني، معوقه ذهنيا كده، فاهمه؟ تعبانه يعني، هي يعني بس مش بتفهم حاجه في امور البيت في حاجات زي كده يعني. يعني الست بريئه من اي عمل صح كده؟ اهلها بقى، اهلها هي هم اللي عشان هي عقليتها كده يعني، مرات اخوها وامها واللي حواليها هم مستفيدين من جوزي ده يعني، هو صاحب شركه وكده وقصود ماديا، فهم مستفيدين مني يعني، فهم اللي عملوا له الحاجه دي، لكن هي ما تعرفش تعمل حاجه زي كده بصراحه يعني. طب هو الشيخ قال لك هم اللي عملوا العمل؟ معمول له سحر وكان بيتجدد له، انا كنت بشوفه لا. على طول بيرجع. انا بسال انا بسال حاجه معينه، هو قال لك ان حماته اللي عاملين العمل؟ لا قال لي معمول له سحر من اهل مراته، والشيخ سيد قال لي كده برضه لما انا خدته ورحنا له المركز، وقال لي كده برضه من اهل مراته؟ من اهل مراته عاملين له سحر، عاملين له بالكره ليا وبالطلاق يعني بالانفصال بينا. الله اعلم، دي الله اعلم، ولكن ممكن الله يكون أعلم. ممكن يكون مصاب بالجن، ولكن ان حد يحدد من مين بالظبط، لا ما فيش حد يعرف ان يحدد من مين بالظبط اللي بيعمل له السحر، مين اللي عمل السحر. طب فما تظلميش وقولي ربنا يهدي له الحال. لا ما بظلمش، انا على الرؤى اللي كنت بشوفها هو في الصحة. طب الحلم اللي انا حلمته ده بتاع لا هو البنتين في رجوع، اما تحترفي الاسماء ومش الاسماء، فانت عايز ترجعي له واختلافك في الاسماء كلها، فانت مستحمله حاله واوضاعه بناء على ظروف حصلت منه، ان هو مش كارهك ولكن الراجل ده في اوضاع غريبه. فبالتالي انت مستحملاه، انك موضوع الولاده مش الولاده والحاجات دي كلها، وان انتوا تقولوه على السبوع وشوف هو عامل السبوع ما عملش السبوع كده، فانت الاخر نفس في حياتك صبره، لان انت دايما بتسمع منه كلمه انا كارهك، هو ما قالكش انا بكرهك، ما قالهاش. لا ما قالهاش، ولكن هو بيسيب. ما هو ما قالش الكلمه طالما في اسبوع بعد بنتين يبقى فيش كلمه الكره ما طلعتش، يبقى في لسه في ان شاء الله رده، ولكن لو معمول له سحر ماشي مفيش مشكله معمول له سحر، لكن محدش بيعرف مين اللي عمل له السحر دي خالص،
يعني محدش يعرف يجيب مين اللي معمول له سحر. الراجل ده مأذي مفيش مشكله ان هو مأذي، ولكن ان شاء الله ادعي له بالغدا وبالشفاء. وواحده واحده معايا علم بالحال، يمكن هي محتاجه له اكتر منك ولا تعلم بالحال، وفي نفس الوقت اقول ربنا يهدي له الحال يا رب العالمين ويرجع لي لو في خير ليا وانا ليا خير ليه. والله اعلم. شكرا ليكي امل. سلام عليكم يا امل. السلام عليكم. ازيك يا امل؟ انا معايا ام محمد. معاكي يا استاذه منى. اتفضلي يا ام محمد. ازيك عامله ايه؟ نورتيني اهلا بيكي. بقالي فتره والله عايزه اوصل لك ومش عارفه. انا جه لحد عندك يا ام محمد. يا رب يخليك ما تحرمش منك ابدا. اتفضلي حبيبتي. الله يخليك. معلش انا عندي كذا حاجه والنبي وعايزاكي تفسرهم لي. معلش. حاضر يا حبيبتي. ربنا. اول حاجه انا معايا بنت اختي متجوزه بقالها شهر. قال احنا قاعدين على اساس ان هي في امتحان. فالراجل اداها ورقه عشان تكتب بعد ما خلصت كتابه. فجوز خالتها بيقول لها لا ده الخط ده وحش. قطع الورقه وطلع قلم من جيبه عشان يكتب لقاه مشطب. طلع قلم تاني عشان يكتب برضه نفس الكلام لقاه مشطب. فبتقول اديله قلم رصاص. قلت لها لا ما يكتبش بقلم رصاص. يعني مش امتى او حاجه زي كده. دي اول حاجه. وهي هي بنتك عندها كام سنه؟ بنت اختي عندها 23 سنه. مخطوبه ولا لسه؟ لا دي متجوزه بقالها شهر. طب بسم الله ما شاء الله. طب والمشكله في مشكله معاها ولا حاجه؟ نعم. في مشكلة معاها في حياتها ولا حاجة؟ هي يعني أرياف وكده فيمكن حماها وحماتها شوية يعني. ده لسه لها شهر. أمها معلش بقى هنعمل إيه؟ ادعي لها بالهدى. الإقلام يعني الإقلام الألم كل ما بيشطب فبيدل على إن العقل مش كامل. عقلها مش كامل، مش مدرك الحياة الزوجية. العلم لمين؟ العلم لواحدة زي أم محمد مثلاً. العلم لمامتها. ما عرفوهاش ان الحياه فيها مرها قبل حلوها عشيه. ان استحملي الحما وحماكي وحماتك زي امك وابوكي. ويا دوبك قلتوا كلام اللي هي الصغير. انت كل عمكم انتوا ان هي تتدلع في جوازها وتجيب اولاد والدنيا تمشي وخلاص. ولكن اوعي تخليها تغضب وترجع البيت. اوعي تقسيها عليهم. اوعي تقول لها انت صح. اوعي تقول لها احكي لنا اللي بيحصل هناك. اوعي 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 انتوا بتضروها ما بتنفعوهاش. هو جوزها كان متجوز مرتين قبل كده. مش انتوا راضيتوا بيه؟ نعم. انتوا رضيتوا بيه على كده؟ رضينا الواد كويس بس معلش هقول لك ايه، هو بس الحما ومعاه ست اخواته فهماني في المشاكل من هنا. رضيتوا بيه وسالتوا عليه وخلاص والنصيب حصل. الحمد لله. يبقى بنتنا تعيش ولا ما تعيشش؟ يعني ننصحها ان هي تعيش تستحمل وتعيش يعني. طبعا اما تستحمل. ما انتوا كنتوا عايزين ايه بعد شهر؟ عايزينها ايه؟ ايه اللي في دماغكم يعني بعد شهر؟ ما ها طيب ما ها كتير الخسارة يعني عيلة الخسارة ولسه حامل عليها وكده. يا حبيبتي الخسارة رادته ليه؟ انتوا رادته ليه؟ هو الوضع كان قدامكم والراجل جاي لكم وهو حياته زي المراية زي الكتاب المفتوح. انتوا رادته ليه اصلا؟ ما هي في الحلم انا قلت لك قبل كده كذا مرة يجيب لها اكل ويأكلها في الحلم. طب يبقى راجل طيب ابن حلال. هو كويس. يبقى تستحمل. ومش راضي يغضب اهله عشانها يعني بيقول لها معلش نستحملهم وكده. عشان ابن حلال. عشان ابن حلال هو وبنتكم بنت حلال. يبقى انتوا عليكم توعية ليها هي. علموها الصبر. علموها تكون جدعه الست الاصيله الجدعه. علموها ان انت المرحله دي مرحله تعب ومعاناه وكده وان شاء الله بعد كده ربنا ييسر لك امورك ويسهل لك حالك. علموا علموا فهموا فهموا. فضلوا تكلموا فضلوا يقولوا كده غلط وكده صح. مش مساله ان احنا عايزين نفرح ببناتنا ونجوزوا بناتنا وخلاص. اول ما البنت يبقى تتعب ناخد بنتنا في حضننا ويلا ماشي اطلع بره انت تعبتها. لا لا ده دلع زايد وفي الاخر هي اللي هتشيل الهم على دماغها ومش عايزين بقى الطلاق والكلام ده كله. خلاص كده كفايه كفايه كده تعب ومرار. وكويس ان انتوا عارفين ان في مشكله عندها في البيت وانت راضيته بالامر وخلاص اتجوزت. خلاص ادعوا لها بالهنا والسعاده وطبطبوا عليها وقولوا لها استحملوا كل ما تقولوا لها استحملوا صبروها وعلموها وربنا يهدي لها حالها ان شاء الله. شكرا لك يا ام محمد. ام احمد السلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كنت حلمت حلمين عايزه اقول لحضرتك عليهم. اتفضلي بس وطي صوت التلفزيون شويه يا حبيبتي وتفضلي. اول حلم انا حلمت من اول ما اتجوزت كده انا حلمت ان انا لبست شبكتي الغوشتين. وبعد كده السلسله وبعد كده اربع خواتم. والحمد لله ربنا كرمني ببنتين ورا بعض. انت شاطره اهو عرفت تفسري اهو شاطره. يعني الحمد لله شويه يعني. طب خلاص كده انت كده فسرتي انتهى خلاص هات التاني. ما هو طب والسلسله والخواتم؟ خلفه خلفه ومال على وش البنات ربنا بيكرمكم ويصح عليكم من خلفه البنات. الله. طب انا يعني الفتره اللي فاتت دي برضه عمال احلم ان انا بلبس سلسله. لا ما انت بقى في دماغك الولد. عايزه تجيبي الولد. طيب في حلم تاني بقى حلمت ان زوجي في شركه يعني معينه بعتت له طقم لونه اصفر بنطلون شورت وتيشيرت كده لونهم اصفر هو فرحان بيهم قوي يعني. اصفر؟
اصفر. بس هي معاناة نفسية عند الزوج. الراجل ده بيعرفش ينام من كتر التفكير. ايوه صح. وانت بتنامي؟ طيب معلش، في حلم اخير صغير. اتفضلي. حلمت ان ابن خالتي كان قاعد في زي مكتب كده منفصل لشقة تانية، والشقة تانية فيه اتنين ستات كبار قوي. حجمه كبير يعني، هم دول متولين امره يعني. امر مين؟ نعم؟ امر مين؟ امر اللي هو ابن خالتي دوت. المهم فهم المفروض هيحضروا له الفطار بتاعه. فقلت لهم انا لا هقدمه له. فدخلت اقدمه له، كانوا بيضتين حمام، بيض حمام. بيض اللهم صل على سيدنا محمد. نعام، نعام، بيض نعام. ماشي يا محمد. كان ثلاث بيضات. فانا لما رحت اديتهم له قلت عشان يفضلوا سخنين حطيتهم بالميه بتاعتهم. فلما رحت اديتهم له نقص بيضه، يعني المفروض ان انا اديتهم له كانوا اثنين. فلما شافهم في ميتهم قال لي انت عملت كده عشان انت لسه صغيره. وبص لهم يعني المفروض انت ما كنتش عملته كده، ما اديتهاش البيض يعني ان انا اقدمه له. عشان اديته لهم الميه السخنه يعني وكده. وانتهى الحلم على كده. هو مش متجوز؟ لا ده ما شاء الله متجوز، معاه اثنين. معاه ايه؟ اثنين ايه؟ اثنين ستات يعني، متجوز مرتين، معاه اثنين ستات. بس وانتهى الحلم على كده. فانا مش عارفه ايه بقى البيض اللي معاه. لا بس النعامه فبيدل على الست الجامده، الكلمه اللي كلمتها جامده. الست اللي هي شخصيه. اما ان تاخد البتين بتوع النعامه تروح تضم في الميه وكلام ده، فبيدل على ان هو ايه في منفعه من نعمه الستات ليه. طب ولما هو بيقول لي ان انت عشان انت عملت كده عشان انت صغيره، ما انتش واعيه زيهم، ما انتش جدع زيهم زي الستات بتوعه. دول جدعين واعيين ووقت الشده رجاله. فانت مش واعيه زيهم خالص يا ام محمد. يا ام احمد. طلعتي خايبه يا ام احمد خالص، اتعلمي بقى. دعواتك بقى. ربنا يصلح لك حالك يا رب. شكرا لك حبيبتي جدا، ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين، وتبقي جدع زيهم واعيه. شكرا ليكي جدا. ام امل السلام عليكم. يا ام امل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ميس؟ ازيك يا حياتي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. اتفضلي يا ام امل. انا والدي الله يرحمه ميت بقاله 9 سنين. جالي في الحلم من حوالي 8 سنين كده، بعد ما مات بشويه قال لي انت هيجي لك ولد بتسميه اسامه، بس مش هتطولي بعدها او مش هتتهني بعدها لسنه الاثنين كده. مش هتتهني بعدها ايه؟ سنه او اتنين بالكتير، مش هتطولي بعدها او مش هتتهني بعدها. هتروحي فين يعني؟ هيجري لك حاجه؟ مش عارفه والله. المهم بعدها برضه بشويه شفته، قال لي قومي يا منال، قومي صلي ركعتين لله، وقوم الرسول عليه الصلاه والسلام هيجي يعمل لك عمليه في عينك، لان انا عندي تعب في عيني والطب عجز عنه وكده. اللهم صل على النبي. بس انا بقى كان عندي بنتين توأم، خفت لقاهم على السرير ونمت جنبهم ونعست وما قمتش. جه بعدها تاني يوم يجري ورايا بضلفة خشب كده من الدولاب، بيجري ورايا وبيقول لي ليه 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 منال ما قمتيش؟ قمت انا شفت قمر في السماء وفي قلبه يعني زي البطن الام كده، وفي قلبها القمر وشكله في قلبه جنين طفل يعني جنين في كده. مش عارفه بقى تفسير الحلم ده ايه. بصي يا ام امل، هو ان شاء الله دي بشاره طيبه ان ربنا يشفيكي. انا عندي ولد ولدها بقى لي سنه وشهر كده. طيب الحمد لله. بس سميتوش اسامه، سميته احمد. مش مشكله. لا مش مشكله، الاسم اللي جالك ده خالص اصلا. بصي دي بشاره طيبه ان شاء الله بشفاكي بامر الله. ادي موضوع عينيكي. طبعا رؤيه الرسول ان يجي لك ان هو اللي هيقوم عشان يعمل لك العمليه في عينيكي، فبشره طيبه، بشره حق ان شاء الله فعلا بامر الله، ربنا يشفيك والله اعلم. اما موضوع اسامه وانك تسمي اسامه بعد اسامه مش عارفه ايه اللي هيجرى لك، فبدل على طوله عمر ليكي وان شاء رب العالمين. اما موضوع القمر وكده والطفل الصغير، فانت فعلا معاكي الولد، وربما تجيبي ولد اخر والله اعلم، ولكن دي كلها بشره طيبه عليك ان شاء الله بتغيير حالك للاحسن. كمنال كالام الجميله تغيير حالها للاحسن، وربنا يشفيك وينور لك بصيرتك ان شاء الله. شكرا ليكي جدا يا ام امل. ام حسين سلام عليكي. يا ام حسين. ام حسين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام حسين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بالله عليكي انا هحكي لك 5 احلام، بس بالله عليكي انا كل ما بتصل ما بعرفش اكمل. طب ايه رايك هتخليكي معايا بس تعلي صوتك؟ ها؟ طب ماشي. طب يلا علي صوتك وانا معاكي. بصي حضرتك انا حلمت 5 احلام. خير ان شاء الله. اول حلم عمتي كانت في قلب نار. عمتك ايه؟ عمتي في قلب نار. كانت في قلب نار. في قلب نار.
في قلبي نار. واحنا انا بنتي كانت والده وبتقول لي انا عايزه اشوف بنتي ابن اشوف العيل. قلت لها لا ابعدي عنها. بقول لبنتي ابعدي عنها ابعدي عنها. وبعدين ابعدي عنها. رحت ايه ورحت ماشيه ولقيتها حواليها حديد. حواليها حديد. ورحت ايه صحيت من النوم حواليها من حديد. حواليها حديد وشعرها سايب. شعرها سايب وقعدت تضحك ضحكه غريبه. مين اللي بتضحك ضحكه غريبه؟ بتضحك ضحكه غريبه قوي. مين عمتك ولا بنتك؟ لا عمتي. عمتك. وبعدين والحلم الثاني. طب استنى الحلم الاولاني ناخده الاول. طب هي بنتك عندها كام سنه؟ ماشي. بنتك عندها كام سنه؟ عندها 18 سنه. 18 سنه. 18 سنه. معاكي غيرها؟ معايا عيلين تانيين. عيلين تانيين. عمتك موجوده عايشه؟ ايه؟ عمتك عايشه؟ موجوده. في علاقه بينك وبينها؟ طيب عمتك اللي هي في النار وكلام من ده فبيدل على عمتك في النار وكلام من ده فبيدل على ان هي ملهاش مفيش منفعه منها خالص ليكم باي حاجه. سامعاني؟ ايوه. في النار مفيش منفعه. مش في النار ان هي وحشه. أيوه. لا مفيش منفعه بتيجي من عمتها ليكي خالص. معايا؟ ايوه. اما موضوع بنتك وكلام من ده فبيدل على تغير بعد تصرفاتها واحوالها. احوالها وتصرفاتها متغيره مش عاجباك وانت زعلانه من احوالها. دي بنتك. سامعاني؟ انا بقول لبنتي ابعدي عن عمتك يعني. ما هو دي ما مفيش منفعه فانت عايزه بنتك تنفعك فبعدي عن عمتك. يعني انت عايزه عيالك ياخدوا طبعك انت او طبع امهم. ما ياخدوش طبع عمتهم. فعليكي بالدعاء ان ربنا يهديلك بنتك ان شاء الله. يلا هاتي التاني. يلا الحلم التاني. بنتي حلمتني حلمين. حلم فيه دخلت عندي في الحوش لقيت فيه تعابين كتيره بس هي ما اذتهاش. راحت طالعه قدام الباب لقيت تعبان كبير ملفوف لفه غريبه. فضلت ترن لقيته راح قايم هيقوم عليها. راحت ايه فضلت ترن من بعيد وراحت نازله لستها في المحل تحت. هي ستها مش فاتحه محل يعني اللي جرتها يعني تحت. بس ستها اللي واقفه وقالت لها يا ستي ده في تعبان واقف على العمار على الباب بتاع ستي بتاع ماما وخايفه مش ومحدش راضي يفتح لي. وراحت نازله عند ستها في المحل قالت لها خلاص خليكي قاعده هنا لحد ما تعبان يمشي. بس كده؟ طبعا مليون في المية انتوا بتنسوا تسموا وتدخلين البيت ما بتسموش. بنتك ما بتسميش. بنتك ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم وهي داخله البيت او بسم الله وهي داخله البيت. فبالتالي بيدخل معاها بيبقى فرحان ان لقى مكان يبات فيه اليوم ده. هو ده التعبان اللي واقف لها على الباب. مبيت اللي بيخش يباتوا معاكم ويعتمنوكم بسبب اللي بيدخلوا البيت من غير ما يسموا فبيدخل بيبات. هي ما عندهاش حاجه. هما بيبقوا واقفين على الباب كده عند كل بيت بيصدقوا اي حد من صحاب البيت يدخل عشان يدخلوا يناموا معاه الليله دي. بنتك ما عندهاش حاجه لكن سموا وانتوا داخلين البيت. والله اعلم. قولي التالت يلا ان شاء الله. والحلم الحلم الثاني حلمته لي برضو ان في واحده ست دخلت بيتنا فضلت تلف في الاوضه بتاعتها في اوضه النوم بتاعتها فضلت تلف 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 وشكلها وحش وشعرها منكوش وطلعت طلعت بره راحت ايه قعدت تشد فيها هي لوحديها. وبعد كده راحت قالت لبابا لابوها ايه قالت لها تعالى يا بابا شد معايا الحقني يا بابا دي شكلها وحش على طلعها من البيت. راحت ايه راحت رشت على وش ابوها رش بس هي ما اذتهوش بس هي خدرته. هي خدرته قعدته قعدت تقول لي بابا قوم يا بابا قوم يا بابا قوم ما رضاش يقوم. راحت فضلت تشد فيها لحد ما طلعتها. راحت قالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت لها اصلا في ست بحتاني في راجل هنا عنده فلوس كتيره بحتاني اسرق الفلوس ده. وبتقول لي بعد ما قفلت الباب لقيتها ماما اتقلبت ان انت وشك والنقاب وكله انت. طب ده حسد على بيتك. والله اعلم حسد على بيتك على عيالك وعلى اهل بيتك. مش انت بتسلم يا ام حسين؟ بتسلم؟ انا كنت بسال انا كنت مع يعني ما كان عندي سحر. طيب السحر خلص ولا لسه موجود؟ انا دراعي حاليا لسه دراعي بيرتعش وبيقف ورجلي بترتعش وبلاقي رجلي نملت ونبضات قلبي سرعت
ومش قادرة بقى. كنت بصوم غير رمضان شهر بحاله غير رمضان. وكنت بصلي وبصوم وقوم أكلل قيام الليل بالليل. ودلوقتي بتعمل ايه؟ دلوقتي مش قادرة اتحرك. ما بتصوميش ولا بتصلي ولا اي حاجة؟ لا. ودلوقتي دراعك ورجلك برضو شادين عليك دلوقتي وانت بتتكلمي؟ ها؟ برتعش. ما انت بترتعش من ساعة ما اتكلمتي اصلا، ولكن انا بتكلم على ايدك ورجلك لسه وشادين عليكي؟ لا. لا ده في رقفة بس عندك، رقفة بترتعش بس لكن مش شادين مش واقفين عليكي. لا مش واقفين هم، هي بترتعش بس. ما هي رعشة لما بزعل او في حاجة انا وقف. هي دلوقتي رعشة لكن مفيش وقفان خالص في ايدك ورجلك حاليا خالص. وعلى العموم انت اصلا اعصابك تعبانة عشان تبقى عارفة، انت اعصابك تعبانة جدا فعشان كده تتأثر اعصابك، بتتأثر لما تكون زعلانة من اي موقف فبتأثر على اعصابك فبيجيلك رعشات كده ونفضات كده في جسمك، فطبعا انت محتاجة دكتور اعصاب عشان تمشي معاه برضه. وفي نفس الوقت يعني مشيتي بتعملي رقية شرعية لنفسك؟ تعملي رقية شرعية؟ لا لسه ما عملتش. لا ليك طيب ما تعمليها، مش انت بتعرفي تقري الفاتحه؟ بعرف حاجات على قد يعني. اي اللي على قدك دي جميله جدا جدا، ربنا بيحبها وعايزها. خلاص ممكن طب احكي لك الحلمين التانيين؟ اتفضلي. طب الحلم معايا؟ بعتذر لك جدا 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 يا ام حسين، هرجع لك بعد الفاصل هدردش معاكي في كلمتين عشان تفتكريهم كده. شكرا ليكي واستنيني بعد الفاصل ان شاء الله. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل واقدار. سنعود. مستشفى الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم، يونايتد أراب ستيتس، أرقى الخدمات الطبية، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. للتواصل 02-24-99-66-60، القاهرة 2000 شارع جسر السويس مع أحمد عصمت أمام بواب 4 نادي الشمس، نجع حمادي شارع حسني مبارك بجوار مسجد المحطة، سوهاج ميدان بنك الأسكندرية برج الخضيري، طنطا تقاطع شارع البحر مع شارع البورصة عمارات الأوقاف الدور الرابع، الوراق بجوار سنترال الوراق. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. برنامجنا في حاجة هادفة لهدف، ايه هو الهدف؟
ان انت يلي محروق تدور على عروسه وخايف انك تخش بيدة وبيدة وبيدة وتجرح واحده وتقول لها انا مش عايزك او انا مش مرتاح لك وتتعب حد معاك، برنامجنا فتح لك الباب يقول لك تعالى قول اللي انت عايزه. وانت يلي انت سامعاني دلوقتي وعارفه انا بتكلم في ايه، مش عيب انك تقول انت عايزه ايه، مش عيب ان انت تقول انا عايزه ايه، طويل قصير اسمر ابيض تخين رفيع معاكي كل ده، اهم حاجه يكون بيخاف ربنا. فعايزين نحاول بقى نفكر في الجديه شويه، نحاول ان احنا كل واحد يختار اللي هو عايزه، كل واحد يقول انا عاوز ايه، انا بفكر في ايه، انا عايز شريكه حياتي كذا. الشخص اللي هيجي عندنا في اول مره ليك 3 مرات انك تشوف فيهم عروسه، وانت ليكي 3 مرات انك تشوف فيهم عريس، واختاري وانت اختار، ومش عيب انك تقول ربنا يوفقها مع غيري، ومش عيب برضه انك تقولي ربنا يوفقه مع غيري، انا ما ارتحتش يا مدام منها نفسيا، مش جريمه، لا مفيش حاجه، وما تتحرجيش وانت برضه ما تتحرجش، هي هتتجوز وانت هتتجوز وهتعيشوا وهكذا بتمر الحياه. عشان هيتم الاتصال ببعض الاشخاص ديت بناخد كل اسبوع 10 اشخاص، 10 بنات على 10 شباب، ويتقابلوا مع بعضهم وهي تكون جايبه محرم معاها. واحنا قلنا قبل كده المطلق يجيب البطاقه ويجيب القسيمه بتاعته، ده ضروري جدا عشان المصداقيه بس مش اكتر، طبعا لان عشان الامور كلها تمشي على نور، طالما انت داخل على جواز هو ده الصح، هو ده الكويس، انك تتصلي وتتكلمي وتطلبي حقك، تطلبي حقك في الفرح، تطلبي حقك في السعاده، وكله مقدر ومكتوب، مش عيب. مستشفى الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استاذ النساء والتوليد والذكوره والعقم، يونايتد عرب ستيتس، ارقى الخدمات الطبيه، اطفال الانابيب والاخصاب المجهري، تحديد نوع الجنين، علاج الذكورة المتقدمة، تحقيق أعلى نسب نجاح، أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه، عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى، خدمة 24 ساعة، خبرة أكثر من 30 عاما. للتواصل 02-24-99-66-60، القاهرة 2000 شارع جسر السويس، مع أحمد عصمت أمام بواب 4 نادي الشمس، نجع حمادي شارع حسني مبارك بجوار مسجد المحطة، سوهاج ميدان بنك الأسكندرية برج الخضيري، طنطا تقاطع شارع البحر مع شارع البورصة، عمارات الأوقاف الدور الرابع، الوراق بجوار سنترال الوراق. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟ ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له؟ دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عايز تعرف نتيجتك في المرحلة الابتدائية من سنة أولى لسنة 5 قبل ظهورها في المدارس تحت إشراف محافظة القاهرة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، اتصل من أي خط أرضي على 09000316. اتصل اطمن وطمن اهلك وحبيبك، اتصل بينا حالا ودخل بياناتك واعرف نتيجتك قبل ظهورها في المدارس. هذه الخدمة متوفرة لطلاب محافظة القاهرة فقط. عدنا الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل، معايا مين؟ نوران. سلام عليكم يا نوران. ازيك يا نوران، عاملة ايه؟ اتجوزتي ولا لسه؟ بدري، عاوزة اتصل عليك كل مرة بلاقيكي مشغول. لا معلش يا نوران، اتجوزتي ولا لسه يا نوران؟ لا لسه. مش مشكلة، هتتجوز ان شاء الله. صلاة الاستخارة تخمنا ماما حلمت حلم تاني،
ان خالها متوفي اسمه محمد بيديها 100 جنيه في ايدها. بيديها 100 جنيه؟ طب بيدل على ان كان في عريس وما تمش النصيب معاه، ما حصلش نصيب ما بينك وما بينه. وراح فين العريس وديتيه فين يا ميدان؟ طيب بص، انا امبارح حلمت تيتا زي نايمه على السرير بتقول لي ماما شديلي البطانيه عشان رايحين الفرح الاسلامي. شديلي البطانيه؟ عشان طيب. رايحه الفرح الاسلامي. ستر البنوه طبعا بشاب ابن حلال. طيب بس هو لسه ما جاش. ما قلتيش راح فين العريس الاولاني؟ ما انت قلت لنا تفسير الاحلام مش حلو عشان كده احنا قلنا. انت ما انتش عايزاه اصلا يا نوران. لا والله هم الناس قالوا لنا ان هو مش كويس فاحنا عشان كده يعني. طيب خلاص على بركه الله. يا ميرا انا حلمت ان انا زي كنت في مكان كده يعني في الدرس بتاعي. وبعدين طلعت وبدور على المذكره بتاعتي. وبعد ما طلعت من باب الدرس لقيت في وش باب الدرس بتاعي مكتوب عليه مبنى الاذاعه والتلفزيون. ورحت لقيت واحد واقف بره، فانا عمال اقول له انا بسال على الشيخه منه، راح قال لي ادخلي المبنى ده جوه عند الساحه هتلاقيها. رحت انا قعدت امشي ودخلت مدرسه ودخلت حاجات كتيره، وصلت عند الساحه دي، قالوا الساحه دي فيها سوق. وبعدين بسال عليك يعني، فواحد راح واقف راح قال لي انت عاوز الشيخه منه؟ قلت له. راح قال لي طب استني انا هتصل عليها عشان هي مش قاعده. خلاص انا هقعد استناها لغايه اما تيجي. ورحت قالوا وقفت ان انا مستنياك، وشفت صاحبتي ياسمين كانت ماشيه معايا. وشفت صاحبتي مره برضو واقفه، وشفتك انت جايه يعني من بعيد، فرحت قعدت اقول انت شيخه منا يعني؟ قالوا رفعتي لي النقاب وشفت شكلك قال ويعني وسلمت عليك وكده، وانت قلت لي انت اللي بتتصلي بيا وكده. قلت لك طب انا حلمت امبارح ان قال في قفص كده حلمته بتاع طماطم ده بتاعي. رحت انت قلت لي انت فسرتولي في الحلم، قلت لي انت هتاخدي الواحد متريش. بعدين رحت انا بقول لك طب هو ده يعني، بس قلت لي قلت لك طب انا نفسي يعني في رقمك وكده عاوز اتصل عليك وكده، رحت اديتيني رقمك وكده وقعدنا يعني نبقى اصحاب يعني وكده. فبعدين مشيت زي لقيت سوق، فالسوق ده لقيت واحده بتبيع حد. كنت عايزه افرحك بالراجل المرايش ده، ولكن ان هو يطلع ان هو ان في الاخر عايزه توصلي وكده، فبيدل على التواصل اللي ما بينه وبينك ان هو بفصل لك الاحلام بتاعتك. اما موضوع ان هو الله اعلم ان هو موضوع القفص الطماطم ده، فهو بيدل على شخصيه تبقى عاديه، شخص عادي. ولكنه بيدخل البيوت كلها، ربما يكون هو صنايعي بيدخل البيوت كلها، طماطم بتدخل كل بيت محدش يعرف يستغنى عنها، استغنى عنها خالص. ولكن هو مش هيبقى متريش، هيبقى عادي، ظروفه طبيعيه وجميل جدا وكويس ومحترم وطيب، ولكن انت هتعنيه على الحياه، ربما اهلك يساعدوه في حاجه. ده اللي انا وقفت عند الطماطم عشان العريس. اما ان هو اتصالك بيا وان انت تشوفوني نتكلم مع بعضنا وكده، فهو تواصلنا الدايم مع بعضنا ان شاء الله. مستنيه انك تتصل عليا تاني بعد ام محسن ان شاء الله. ام محسن سلام عليكم. ازيك يا محسن؟ عليك السلام. انا اللي كلمتك حضرتك دلوقتي. ايوه حياتي نورتيني، اتفضلي. ربنا يخليك. الحلمين التانيين، الحلمين التانيين جوزي عمتي برضه حلمانه بيها ان هي بتذبح فراخ، وحمايه كان دفنته بورق شجر اخضر بس مسود، ودفنته وقعده صوت واروح دبه برجلي اقول له حرام عليك ظلمتني، وقال فتحت الصندوق بتاع بنته فلوسه كانت ضايعه، فتحت الصندوق لقيت الفلوس وفي دود قد دود السماعه، وقاعده على كرسي ماسكه عصايه ومش عارفه او ماسكه بتاعت جوزها، وبقول لها حرام عليك طب اديني الفلوس اديها لابوكي وهقول له ايه؟ اقول له انت اللي خدتيها بس عشان ايه تبرئيني. تبرئيني. قال له وقفت بعيد لقيت موتوسيكل او عجله فيها كيس معرفش هو في ايه، ورحت مصوته جوزي فضلت اصوت، راح جوزي خد في نص تعبان خد نصه وانا خدت نصه، قاعد ياكله لما اخذ زي الكلب كده قاعد ياكله وبقه تعبان، وراح مسك ايدي وبقول له حرام عليك انا مظلوم حرام عليك، قال خدت الفلوس بتاعتها فلوس ابوها حطيتها في حجري وجيت ادور على بقيه الفلوس الثانيه، قالت لي انا معايا نصها والنص الثاني ناس خدته. النص الثاني خدته. وجوزي قال لي طب خلاص معلش خلاص، وحماية قال لي انا عاوز فلوس، قلت له انا ماشي معايا، طلع من جنب التربه كده وقال لي انا عاوز فلوس، قلت له فلوسك مش معايا. والحلم الثاني طب استني، هو جوزك دلوقتي معاكي؟ لا جوز معايا يعني هو بيبات في بيته؟
يعني مش متجوز حد تاني ولا كده؟ اه بيبات في بيته. اه مش متجوزه يعني غيرك انت بس؟ اه. طب الحمد لله. بصي ان هو ياكل نص التعبان وكده فبيدل على ان هو تعب من مشاكلك. هو تعب جدا من مشاكلك ان هو ياكل نص التعبان التاني. لان انت اموره كلها مأثرة على حياته. إيه طبعا ليه؟ لان انت عايشة في قصة سحر بقى. وقلب البيت كله. انت معايا؟ ايوه. وقت صوت التلفزيون عشان تعرفي تسمعني كويس. أيوة. ان انت تاكلي نص التعبان التاني وحتى الورق اللي هو الشجر الكبير اللي هو كان المفروض هو اخضر بعد كده بيبقى لونه اسمر فبيدل على الغطا، الغطا بتاع البيت اللي هو الست المفروض تستر البيت وتريح البيت، انت احوالك بايظه. معايا ام حسين؟ ايوه حضرتك. انا اكلت نص وهو كان نص. ما هو بس انت المشكله عندك مش عنده، ما عندوش مشاكل. هو انت المشكله، هو انت تعبه في الدنيا بسبب المواضيع اللي عندك دي، تعبه البيت كله وتعبه هو نفسيا. انت رحتي حد عالجك قبل كده؟ اه انا اتعالجت قبل كده. مشيتي مع كام شيخ؟ ايه؟ رحتي لكام شيخ؟ لتلاتة. رحتي لتلاتة؟ تلاتة. عملوا لك ايه التلاتة؟ قال لي عندك سحر، واسم عيالي واسم جوزي كان على اسم على مكتوب على ظهر المروحة. على ايه؟ على ظهر المروحة. على ظهر المروحة. فين المروحة دي؟ مروحة في الأوضة بتاعت بنتي. مين اللي كاتبهم؟ معرفش. هما اللي قالوا لك ولا انت اللي شفتي؟ انا شفتهم من جوزي قرا، انا ما بعرفش اقرا. اه طب والمشايخ قالوا لك ايه؟ مين اللي عمل لك العمل؟ ما حدش قال. ما عرفوش؟ لا. عالجوك ازاي؟ ايه؟ عالجوك ازاي؟ عالجوك ازاي؟ بالقران وعسل وورق، وجوزي كان بيقريني قران اردد وراه. طب وانت مش حافظه الفاتحه؟ الفاتحه بس وكل عذاب رب الناس. حلوه، ماشي عليها، ما تخليش جوزك يقريكي حاجه، ماشي انت عليها. انت فاهمة؟ ماشي. ماشي انت عليه ولا على مية؟ ماشي. وانت السحر راح ولا لسه موجود؟ انا جسمي لسه فيه بعض حاجات بحس بيها. بعض حاجات بتمشي في جسمك؟ اه. لسه لحد دلوقتي بتمشي؟ اه. يعني انت مش تعبانة؟ عصبك مش تعبانة؟ لا، جسمي فيه حاجات بتمشي فيه. فيه نفضة زي الكهرباء كده، حاجة زيادة في الجسم؟ اه. اه طب ما رحتش لمخ واعصاب؟ معايا يا محسن؟ انا رحت كشفت قبل كده على دماغي. اه. قال لي ما فيش حاجه في دماغك. طيب ربنا يشفيك يا رب العالمين، بس عايزاك ايه؟ انت اللي تعالجي نفسك بنفسك يا ام حسين. طب ممكن اقول لك الحلم الثاني؟ اتفضلي، ربنا يشفيك، اتفضلي. الحلم الاخير جوزي كان قاعد عندي حماتي تحت، وحماية قاعدين بياكلوا على طبليه. اه. وبحط لهم الاكل وانا قاعده بعيط. اه. وحمايه جوزي بيقول لي اقعدي كلي، قلت له انت بعد ده كله بعد الظلم اللي انا اخدته ده كله جاي تقعد تاكل معاهم؟ اه. حفظ الله ونعم الوكيل. اه. حفظ الله ونعم الوكيل. اه. ورحت ماشيه. لا ما انت زعلانه عشان هو مش حاسس بيكي. فانت زعلانه وهو تعبان، هو كده ما قصرش معاكي صح؟ ايوه. هو ما قصرش معاكي خالص. ايوه. شفت لما بقول لك نص التعبان الاولاني، هو تعبان؟ وتعب جدا من جرى بيك اهو، توداك المشايخ، يعني الراجل ما قصرش معاكي خالص ان هو ياكل مع اهله وكلام من ده، فهو دلوقتي انت تعبانه نفسيا فبالتالي عايز يلجا لمكان يكون فيه راحه. انت زعلانه ان هو راح مع اهله ضدك تاني، فانت بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، فبيدل على ان انت زعلانه ان هو مش حاسس بيك، انت حاطه في دماغك ان هو مش حاسس بيا او مش حاسس بألمي. انت ستي كويسه ما فيكيش اي حاجه، لكن محتاجه الالتزام شويه مع ربنا. طب ممكن هو فعلا في فلوس اتسرقت من البيت؟ مين اللي سرقها؟ معرفش. احنا في يعني في حركه حصلت لما نزلت اروق عندهم تحت انا وبنتهم وكده. اه. بعد ما طلعنا على الحمام مسافه 5 دقايق والفلوس اتسرقت. فلوس كتيره؟ كتيره قوي. من عندك انت؟ اتسرقت من عندك انت؟ لا، اتسرقت من عندهم هم من الشقه، وفي تعبان حقيقي طلع من شقتهم. تعبان كبير؟ ما شفتهوش، بس انا كنت عند والدتي تعبانه وجوزي كان راح يجيبني. اه. والله يعني ممكن كل حاجه، ممكن يكون حد موكل لجن ان هو يسرق من البيت، ممكن، لان مش اي جن بيسرق. انا بسمع ان في جن بيسرق، اه في جن بيسرق، بس مش اي جن، لازم أن يكون موكل بجن بحد كافر، بدجال كافر، يكون محضره بالكفر عشان يعمل حاجه زي دي. ومش اي جن يقوم بالموضوع ده، ده هما بيبقى لهم مناصب زي الدنيا بالظبط، هما لهم مناصب، فعشان يعمل حركه زي دي لازم أن يكون كافر اللي محضره،
عشان اقول له روح اسرق او هات لي الفلوس دي. فعلا الفلوس ممكن تتاخد من عن الجن بس مش اي جن خالص خالص خالص. ولكن عايزاك تعملي رؤيه شرعيه لنفسك وانت اللي تعمليها، وان شاء الله ربنا يشفيك ويديلك حالك وبراحه على جوزك واحده واحده، وربنا يصح لكم حالكم ان شاء الله. استاذ احمد السلام عليكم. استاذ احمد سلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. استاذ احمد اتفضل. اي والله حضرتك انا شفت رؤيا كده من فتره ان انا داخل الحرم وكان في اللي هو المجموعه العساكر بتوع الحرم بيرجعوا الناس، فانا قابلت شيخ كبير كده فيهم وقلت له لو سمحت انا يعني حضرتك انا لازم اخش الحرم النهارده لان ده اخر يوم ليا في السعوديه. وقال لي طيب تعالى يا ابني خش من هنا من الباب ده، هتخش منه هتطلع على طول على ايه على الكعبه. فقمت جاي داخل كده من الباب ده وفعلا عديت منه لقيت الكعبه قدامي، وبعدين لقيت كولدير كبير كده فيه ميه زمزم. والناس كلها يعني ايه بتشرب منه كده من الحنفيات. فانا اول ما وصلت عنده فواحد خلص شرب وانا قمت داخل ايه حطيت بقى على الحنفيه دي وقعدت اشرب ميه كتير كتير زمزم. وبعدين اما تقريبا صاحب الكولدير خده، وبعدين انا قلت ايه طيب انا رحت دورت على ميه زمزم برضه ولقيت ازايز كده مليانه ميه زمزم جبتها وقعدت اشرب منها برضه، وبعدين قعدت احط منها عليا واستحمى بيها وادعي ربنا كتير. وقعدت ادعي ربنا ويعني حسيت ان انا الدعاء ده يعني ايه تقريبا استجاب يعني. في برضه حلم تاني ان انا برضه دخلت الحرم وقبلت الحجر الاسود. كان تقريبا الحجر على شكل دايره زي ما هو موجود كده، وكان مقسوم نصين، نص مكتوب عليه يعني مدنا كده ولا اله الا الله، والنص الثاني يعني ايه اللهم صل على سيدنا محمد، وبست من المكان الجزء ده وبست من الجزء الثاني ده. ده بالنسبه لي يعني. انت متجوز يا استاذ احمد؟ لا والله لسه. ربنا يكرمك ببنت الحلال يا رب. يا رب ان شاء الله. انت دلوقتي بتشتغل بقى في مصر ولا بتروح السعوديه؟ لا انا شغال في السعوديه بس اجازه في مصر دلوقتي. طيب انت يعني انت شغلك على طول في السعوديه؟ في السعوديه. ما فيش مشاكل هناك ولا حاجه؟ والله يعني مش قوي، انت عارف الشغل هناك شويه كده وشويه كده يعني. طب انا هعرفك التفسير عشان برضه تبقى تخلي بالك برضه. طيب حضرتك في حاجه بس والدتي شافتها لاختي برضه. اختي كانت مخطوبه بس يعني ايه ما حصلش نصيب من فتره، فهي شافت ان هي بتقول لها انتوا شبشبكم واحد وحبلكم واحد ونجمكم واحد. مين اللي بتقول لمين؟ والدتي بتقول لاختي يعني. واحد على انت وهي؟ لا لا مش انا وهي، على هي وخطيبها الاولاني ده. شبشبكم واحد وحبلكم واحد ونجمكم واحد. طيب يعني رجوع. وبرضه والدي حلم من اسبوع كده ان هو شايفه في المسجد وبيقول له خليك هنا ما تمشيش انا عاوزك. للخطيب اختك؟ ايوه. طب الحمد لله ده المسجد اللي هو بيقول له خليك هنا عايزك فهو المأذون. بيقول له ما تمشيش انا عاوزك ما تمشيش من هنا. ما هو ده المأذون، طالما استنى عندك في المسجد فهو المأذون. ارجع بقى لاحلامك انت. ان شاء الله. طيب. اول حاجه عايزك تخلي بالك من الناس اللي انت بتتعامل معاهم واللي انت في وسطيهم، لانك تقول له عايز ادخل بعد ما كنت مش عارف تدخل الحرم ودخلت ويقول لك دي اخر مره باين وكده او حاجه من دي، فبيدل على ان يعني الله اعلم يعني شيء هيتحرم عليك او شيء انت هتتمنع منه. ايه هو الله اعلم، ولكن احذر من الناس اللي حواليك. ان انت تشرب من ميه زمزم فبيدل على ان ربنا هينجيك من ناس عايزه توقعك في غلطات او يبوظوا لك حاجات في شغلك، ولكن ربنا هيشفيك وهيعافيك منهم ان شاء الله. خاصه ان انت دائما الفكر وخايف، وربما ان تكون انت تعبان في جسمك بشيء، ولكن ربنا هيشفيك ان شاء الله ان شربته منها من ميه زمزم. موضوع اختك احنا عرفناه. اما موضوع ان انت بتبوس الحجر وكلام من ده فبيدل على السعد والهنا ليك ان شاء الله والزوجه الطيبه، ولكن لو سعيت انت مش بتسعى في الزوجه خالص دلوقتي، ولكن لو سعيت ان شاء الله. خلي بالك من الناس اللي معاك في السعوديه، خلي بالك من شغلك، ركز جدا جدا جدا. لو ربنا كرمك بفلوس ولا حاجه يا ريت تتجوز مصريه او تعمل لك مشروع هنا ان شاء الله، وكله خير ليك بامر الله، وتفاق الخير برضه في النهايه، كله خير ان شاء الله. مع مين؟ السلام عليكم. عليكم فاطمه. سلام عليكم يا فاطمه. الحمد لله. عليكم السلام. اتفضلي يا فاطمه. بقول لحضرتك انا دايما بحلم باموات وبشوف احلام بتتحقق، ودايما يعني دايما بحلم على طول، يعني يمكن اكتر من اي حد من حواليا على طول بحلم، ولما يكون في حد قريبي مثلا مات دايما بحلم بيه، وفي حد اعرفه قريب مني برضو يوم ما مات
يوم ما حلمت بيه يعني حلمت بيه الفجر مات العصر. فانا مش فاهمه ليه دايما بحلم باموات. طب انت انا حاسه ان انت حلوه ولا وحشه؟ هو الحمد لله انا بصلي الحمد لله. ما انت انت اللي تسالي على حالك. انا بشوف الاحلام ديت انا حلوه ولا وحشه؟ منتظمه مع ربنا ولا لا؟ الحمد لله. حلوه مع الناس ولا لا؟ الحمد لله. في عندي غيبه ونميمه ولا لا؟ يعني ممكن او ممكن يعني حتتين غيبه في اليوم كده بتمشي بها اليوم؟ لا لا. امال ايه؟ لا نادرا قوي يعني. طيب طيب قلبك بيبقى نضيف قبل ما تنام وتحط دماغك على المخده ولا لا؟ الحمد لله. بتبقى ظلمت حد ولا لا؟ لا الحمد لله ما بظلمش حد. طب هو ده حالك؟ لو حالك كله طيب بامر الله. يعني حضرتك حتى انا شفت حد ظلمني فتوفى فجاني في الحلم بس راسي وقال لي سامحيني. طب سامحتيه؟ للاسف مش قادره لاني شفت كتير يعني. يا بنت وحشه. بنت مش حلوه. يعني والله شفت حضرتك كتير قوي. طب شفت مين؟ ظلمت كتير قوي. طب بس حد ميت وجاي بيبص على راسك ويقول لك سامحيني لانه استكبر يعملها في الحقيقه. طب وانت مالك؟ ده راح عند رب العالمين. ما تسامحيه، انت متكبره انك تسامحيه؟ انت شمتانه فيه ان هو مات؟ لا لا. يبقى انت كده لا. يبقى انا كده نسيت كل الكلام الحلو بتاعك الاولاني. لا هتسامحي الميت ده؟ بالله عليك تسامحيه دلوقتي. ماشي. قولي انا مسامحاك الله يرحمك. مسامحاه الله يرحمه. انت بتمشي حالك على الهوا؟ طيب هتدعي له بالرحمه ان شاء الله النهارده لما تيجي تصلي بامر الله. اما الاحلام اللي انت بتشوفها والكلام ده فهو حالك، اسالي على حالك. لو انت حالك حلو وطيب كله فهو حاجه طيبه من عند ربنا. اما لو انت حالك مش حلو فده شيطان، ده شيطان عليكي. فانت انا بقول لك اسالي حالك بحالك، اسالي على نفسك. بس الاموات لما يكونوا زعلانين مننا ولا حاجه واحنا زعلانين منهم وحد يموت فبيقول لك يعني سامحيني خلاص اترحمي عليه. شكرا لك يا فاطمه يا جميله. احلام سلام عليكم يا احلام. مساء الخير يا استاذه منى. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي بخير، نورتيني. الله يخليك، الله ينور عليك يا حبيبتي. اتفضلي. بص انا كنت قلت لك الحلم بتاع مرات اخويا اللي هي في دقنها كده شعر اصفر كده. بس انا ما كملتلكيش بقيه الحلم. اتفضلي. هو في زي شعر رجاله كده طالع في خدها الشمال، شعر طويل كده اصفر. وهي رابطه شارب كده عليه، فلما فكت الشارب فانا شفته فانا قلت ايه ده انت سايبه شعرك يعني دقنك ليه كده غلط وبتاع، وبقيت زعلانه جدا. ومامتي كانت قاعده فبقول لها انت ازاي ما قلتلهاش يعني تشيل الشعر ده عشان خاطر اخويا، وبقيت زعلانه جدا يعني. فمامتي قالت لي معلش احنا ما رضيناش نزعلك ونقول لك ان هي فيها الشعر ده. وبعد كده فقلت لها لا ازاي، هي لازم تاخد بالها من نفسها عشان جوزها وكده. ففعلا راحت وقامت قالت طب خلاص ماشي، قامت رايحه لابسه زي قميص لون كده احمر وفضلت ترقص كده في قلب الريسبشن بتاعها. بس ما فيش حد شايفها ولا حد كان شايفها؟ لا احنا بس، انا بس اللي كنت شايفاه. اهل البيت يعني؟ طيب ماشي. ايه تاني؟ ده الحلم اللي هو اللي انا قلت لك عليه. طيب وانتوا عاملين ايه معايا احلام؟ يعني كويسين. دايما بتعلقوا على اي كلام على اي حاجه بتحبوا تصححوا لها اول باول؟ المفروض يعني. المفروض ما هي مش هتسمع كلامك اصلا. ما هي مش هتتقبل فعلا الكلام. خالص. لان انت لو خدتيها اختك وحاولتي انك تاخدي النصيحه اللي انت تنصحها لها زي بهزار او بضحك ما بينكم وبين بعضكم فهي هتتقبلها. ولكن هي بتاخدها منكم باوامر. فهي مش حابه الاوامر. انت قلتي لي ان هي مش عارفه في مرض وفي انا بتكلم على الراس. انا بتكلم كده على الراس، ما هو الشعر الاصفر في الخد ده معروف. اللي هو ايه؟ اللي هو التعب. التعب. انت قلتي لي حتى انا قلت لك برضو بعدها ان هي انا برضو بقيت اتخانق معاها واقول لها انت عملتي كذا وكذا وبقيت اكسر لها في الفازات اللي في الفيلا وال ايوه بتكسري. فانت قلتي لي لا انت هتشمتي فيها وحاجات كده. بس عليك يا احلام. ايوه يا احلام فكرتيني بيك يا احلام، انا كنت ناسيه ان انت كسرتي الحاجه. ايوه افتكرتك كده يا احلام. ماشي. لا هشكر بقى في الست دي شويه. فانت انت تخلي بالك منها ومعلش هي يمكن ايه عشان هي بس اتجوزت وحابه ان هي يكون لها ايه يكون لها حياتها وتتكلم مع جوزها وتمشي رايها شويه وكده، فسنديها وكوني لها اخت ان هي تلبس القميص اللي هو الاحمر ده فهي بتدل على ان هي حابه حياتها كده وحابه تمشيها كده، ان هي ترقص وكلام ده فهي ما بتحبش الاوامر. واوعى تشمتي فيها احلام في الاخر، انت كويسه وطيبه وجميله جدا، ربما تكون هي فعلا تعبانه ونفسيتها تعبانه لان يمكن ما تكونش خدت فرصتها في حاجات كتيره جدا، فكوني لها الاخت والمعينه في الدنيا. ربنا يكرمك ان شاء الله في ده كله. طبعا خايفه اقول لكم ان وقت خلص عشان رسائلكم.
انا عارفه ان انتوا زعلانين جدا جدا معايا، ولكن حلمك في رساله على موبايل طول النهار مع بعضنا بتبعتوا الاحلام بتاعتكم اول باول، انا ببعت لكم التفسيرات بتاعتكم اول باول خلال الموبايل من التليفونات بتاعتكم، فحتى اللي بيبعتوا رسائل ومش حد مش عارفين او مش حابين ان هم يتواصلوا مع الهوا معاكم خط تفسير الاحلام عن طريق التليفونات والموبايلات بيتم التفسير فورا معاكم طول النهار، والله من الصبح معاكم طول النهار، التواصل دايما مستمر معانا، انا بفصل لكم اول باول على طول على التليفون وبنبعت لكم ان شاء الله. طبعا بعتذر لكم جدا جدا جدا، اوعدكم اوعدكم بامر المولى عز وجل هاخد وقت بكره حلو جدا، يعني ناخد زي ربع ساعه كده بكره رسائل في اخر الحلقه وهجاوب لكم على كل احلامكم كلنا. شكرا لكل اللي اتصلوا بيا، شكرا لاصحاب الرسائل. شمال فرح مستنيه اتصالاتكم، مستنيه تواصلكم معانا طبعا 17650 رقم الداخلي واحد، او في رقم عادي احنا بنحطه على الشاشه اتواصلوا معاه او من خلال الرسائل اتواصلوا مع بعضنا ان شاء الله وبامر الله كله خير. الخط الساخن معروف 17650 رقم الداخلي 2، مستنيه تليفوناتكم. خدمه تفسير الاحلام طول النهار احنا مع بعضنا طبعا، اول ما بتبعتوا احلامكم الخدمه دي جميله جدا، الحلم اول باول انا بتم التفسير على طول وانا في بيتي بيتم التفسير وببعته لكم على طول فورا، فيا رب دايما ربنا يستغلنا في الخير ودايما تكونوا انتم مبسوطين ومرضيين ان شاء رب العالمين. وشكرا لكم كلكم، وفي نهايه حلقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار.